اهلا بيكم. النهارده يوم مهم جدا في عالم المخ والاعصاب والانزلاقات الغضروفيه. اللي احنا شفناه من شويه في الفيديو وهنشوفه تاني دلوقتي ده جريمه. جريمه يعاقب من طبعا ده واحد بيشتكي من مشاكل في ظهره ايا كانت هي ايه. راح حد معلقه من رجليه. الكلام اللي بيتعمل في كل حته في العالم على فكره. حتى في دول متقدمه هذا التخلف الذي نراه، هذه الجريمه التي نراها، هذه الشعوذه والجرم والتخلف اللي ما فيش بعده ولا قبله يحدث في كل حتة في العالم. هذه القصص مخيفة للأسف يا جماعة. تعالوا بقى أنا شرحت لكم النصب وشرحت لكم النوع الجديد من النصب اللي هو يعني يلبس بدلة وجرفطة ويلبس بدلة الدكاترة الزملاء يعني وكأنه واحد من زي شبهنا ويعمل يلبس نظارة وكل حاجة. ونسمع العلم بقى وخصوصا العلم المتقدم المناظير، ده علم متقدم للغايه. النهارده ضيفي العزيز واحد من نجوم عالم المناظير المتخصصه في جراحات العمود الفقري، طب ضيفي العزيز دكتور محمد نجاح صباح استشاري طب وجراحات العمود الفقري بالمنظار وصاحب الزماله السويسريه لجراحات وتشوهات العمود الفقري بالمنظار، عضو الجمعيه المصريه والسويسريه لجراحات العمود الفقري. ضيف العزيز اهلا بيك يا دكتور محمد. يا مرحبا دكتور، منور الناس الحلوه. ده نور حضرتك، تشرفنا بيك. انا عايز ابدا الاول المنظار والغضروف. غضروف كتير قوي في مشاكل انزلاقات غضروفيه. قامت المناظير بدور مهم جدا في التعامل مع هذه الانزلاقات، احكي لي بقى. عشان نتخيل يا دكتور ايمن الفرق بين المناظير دلوقتي وصلت لايه والطفره الكبيره اللي وصلت لها، بنتخيل زمان من اول عيان كان عنده انزلاق غضروفي مستوى واحد واحنا بنعمله بجراحه تقليديه زي شكل الجرح اللي طرش دلوقتي. كان عندنا عشان نعمل لمريض عنده انزلاق غضروفي واحد كنا بنفتح فتح يتجاوز ال10 سم، وممكن لو عنده غضروفين نفتح فتح 20 سم من اول شكل الجرح. لك ان تتخيل الجرح كبير جدا وعنيف، فيه تهتك عالي جدا بالعضلات، استئصال اجزاء كتير جدا من العظم، المريض فتره نقاهته طويله جدا بعد زي ما حضرتك شايف على الشاشه، المريض بيركب له درنقه بعد العمليه وقسطره بوليه، كل ده بيخلي فتره حضرتك زي تخيل شفت صوره الجرح ده. تخيل الجرح ده هو مفتوح، كم النزيف، كم الالام اللي المريض بيعانيها بعد العمليه العاديه. 20 سم 20 سم عشان نعمل غضروف واحد. عمليه غضروف واحد مع استئصال اجزاء كده من العظم. المريض بيعاني جدا فتره طويله جدا، فتره نقاهه طويله جدا، فتره راحه طويله جدا على السرير، عنده صعوبه في الحركه، صعوبه في الانحناء، مع كمان الدرنقه اللي بعد العمليه اللي بتخلي ينزف دم كتير، ممكن يحتاج نستعيد الدم ده بدم بديل للعيان ده. الفترة الطويلة اللي المريض بيقعدها في السرير بتعرضه لتيبس في المفاصل وصعوبة في أداء وظيفته العادية، امتناع تماما يعني بيمتنع تماما عن الشغل العادي والوظائف العادية، صعوبة جدا في الركوع والسجود ورجوعه للشغل الطبيعي وممارسة الرياضة. عن بقى عيان تاني عملنا له العملية كلها بديل الجراحة تقليدية بالمنظار بفتحة لا تتجاوز 2 سم. الغضروف بيتشال منها بالكامل بفضل ربنا، بنعمل منها توسيع الكامل للقناة العصبية وتحرير مخارج جذور الأعصاب بجرح لا يتعدى 2 سم، فترة طاقه قليلة جدا بعد العملية، المريض ما بينامش إطلاقا غير ساعتين بعد العملية، بيتمشى طبيعي جدا بعد العملية كأنه ما كانش عامل حاجة، فرق كبير جدا بين جراحة تقليدية وبين جراحة بالمنظار، فضل ربنا. يختلف الأمر بين الجراحة التقليدية والجراحة بالمنظار اختلاف كبير. تماما تماما. زي زمان كده لو حضرتك تتخيل إن احنا كنا بنسافر السعودية للحج بالجمال وبين بنسافرها بالطيارة، فرق الرهيب بين الاتنين دول في الأداء والأمان والوقت والتقنيات الحديثة، فرق رهيب جدا. ربنا من عليه دلوقتي الواحد بيزعل جدا إن حد يحرم من استخدام التقنيات الحديثة دي ويعرض نفسه لريسك الجراحة التقليدية إن احنا نفتح 20 سم في ظهره عشان نشيل غضروف واحد، كان ممكن يستعاض بعملية لا تتجاوز في الوقت ساعة ولا تجاوز فتح الجرح سنتي واحد، والمريض فرق التعافي رهيب بفضل ربنا. لو فرضنا ان جالنا تليفون دلوقتي من مريض وهذا المريض يعاني من انزلاق غضروفي، كيف نقول لهذا المريض في هذا الاتصال التليفوني انت محتاج عمليه؟ ايه الحاجات اللي عند المريض ده تقول فعلا ان هذا المريض يحتاج الى انه يدخل يعمل عمليه؟ اول حاجه احنا مش عايزين نخوف المرضى، مش اي عيان حتى اتشخص انزلاق غضروفي محتاج العمليه، اغلب المرضى بفضل ربنا بيعدوا تمام بالعلاج التحفظي. العلاج التحفظي اللي هو ما دون العلاج الجراحي، يعني ممكن الموضوع يعدي بمسكنات بسيطه، بسط العضلات، راحه، تمارين معينه الدكتور بيوصفها له، تمارين العلاج الطبيعي دكتور عمود فقري بيشرحها له كويس بيعملها مع اخصائي العلاج الطبيعي، ونسبه قليله جدا لا تتعدى ال 20% من اللي تشخصوا فعلا انزلاق غضروفي هم اللي بيحتاجوا عمليات. عشان نقسم المرضى اللي تشخصوا انزلاق غضروفي بنقسمهم لثلاث مراحل كبار خالص بالثلاث الوان بتوعنا بتوع اشارات المرور
اللي هو اللون الاخضر واللون الاصفر واللون الاحمر. اللون الاحمر ده اللي هو المريض اللي جانا في مرحله متاخره شويه، عنده انزلاق غضروفي، بقى عنده الام حسيه وحركيه شديده، ممكن يكون عنده الام في الفخذ اللي هي الام عرق النسا، ممكن يكون عنده مشكله في التحكم في البول، لو راجل عنده ضعف شديد في النصاب ممكن في يكون في امساك مزمن او تسارع في البول، عنده عرج واضح، رجليه بقت ضعيفه بما يسمى سقوط في القدم، مش عزك الله الشبشب ممكن يتخلع منه وهو ماشي، مش عارف يرتدي حذاء كويس. دي اعراض حركيه، دي بنقول للمريض قولا واحدا حضرتك محتاج تعمل عمليه فورا ايا كان نوع العمليه اللي هنعملها له لسه. دي اللون الاحمر. واللون الاخضر اللي هو المريض اللي عنده في المرحله الاولانيه عنده اعراض حسيه بسيطه اللي هي الام عرق النسا بس اندر كنترول، تحت التحكم، يعني امور العيان مستقر، بياخد علاج بيتحسن، بيعرف يشوف شغله، ست البيت بتعرف تمارس حياتها بصوره طبيعيه، وبياخد مسكن وقت للتاني، وده بفضل الله قولا واحدا ما بيحتاجش العمليه اطلاقا، بس بننصحه بالمتابعه الجيده المستمره مع متخصص في جراحات العمود الفقري عشان لو عدى المرحله بعدها ناخد بالنا. النوع اللي في النص بقى هو حاجه اسمها المرحله الثانيه اللي هو اللون الاصفر، اللي هو المريض ما عندوش مشكله حركيه كبيره، ما عندوش حاجات تخوف، وفي نفس الوقت عنده الام حسيه شديده، يعني الام الفخذ عنده والتنميل شديد لدرجه انه مش عارف يمارس شغله، ست البيت مش عارفه تشوف متطلبات البيت وحياه زوجها واولادها، الامور غير مستقره. اللون الاصفر ده اللي بنقول له والله احنا لازم نتابعك متابعه جيده وندي له فتره معينه ما تزيدش للعلاج التحفظي اللي هو ما دون العمليه، نقول له والله اتحسننا بنرجع للمنطقه الخضراء وان شاء الله ما نعملش عمليه. ما تحسناش لا قدر الله نكون مخليين بالنا عشان ما نخشش في المرحله الثالثه، اول ما نخشها نعمل عمليه ضروري ان شاء الله. هل كل الحالات التي تعاني من انزلاقات غضروفيه يمكن ان نتعامل معها بالمنظار؟ والله السؤال ده مهم جدا، لان في حاجه مغلوطه ومشهوره جدا ان المنظار ما بيتعاملش مع كل انواع الانزلاق الغضروفي. الموضوع ده مغلوط تماما، لان بفضل ربنا عشان نقدر نحكم هو المنظار يتعامل لازم اللي بيقول الكلام ده يكون حد عنده الثلاث حاجات دول. اول حاجه يكون طبيب متخصص في جراحات ومناظير العمود الفقري، يكون المكان مؤهل وفي وحده مناظير عمود فقري فعلا عشان نقدر نقول للمريض انت عندك مشكله، ويكون المريض تم تشخيصه جيدا ويتقال له انت عندك غضروف هتتعامل بالمنظار. فضل ربنا المنظار دلوقتي غير زمان خالص، لان المنظار حتى اجيال فيرجنز، فضل ربنا دلوقتي بيتعامل مع كل انواع الانزلاقات الغضروفيه، الغضروف المنفجر، الغضروف متعدد المستويات اللي مصحوب بضيق في القناه العصبيه، الغضروف المتحجر او المتبس، فضل ربنا المنظار بيتعامل مع كل الانواع ده. وده عشان نوصل له لازم بتكون خبره طويله، خبره طويله ومكان مؤهل للكلام ده. احنا بفضل الله عندنا على صفحتنا آلاف من الحالات، آلاف من الحالات، التجارب الموثقة، توثيق واضح بالفيديوهات والصور لعمليات تمت بالكامل بالمنظار في كل الأنواع، حتى المريض عنده سكر بقاله فترة طويلة، للمريض عنده قلب كان بيتقال له أنت مالكش عملية عادية، مالكش جراحة تقليدية عشان الحالة الصحية اللي عندك، للمريض اللي عنده كافة الأمراض الأذنية اللي كانت تمنعه من العملية العادية، فضل ربنا عاد كل الكلام ده بيتم بالمنظار، بس شرط يكون المكان، الدكتور يكون متخصص في جراحات ومناظير العمود الفقري، ويكون المكان في وحده مناظير عمود فقري. تقصد بقى مثلا تشبيه المناظير تشبه مدينه متكامله، مدينه لا يتحدث عن هذه المدينه الا اهلها، انا فهمت من كلامك كده. تمام، اهلها يعني اهل المنظار لازم تكون الحاجه هو اللي هيقدر يعبر عن قدراته، ان نقدر استخدم الحاجه دي وان تكون الحاجه دي موجوده. يعني مش عاوز اضحك بلا مبالغه ان الاماكن اللي فيها وحدات مناظير عمود فقري كامله ممكن في مصر كلها لا تتجاوز أصابع اليد كاملة، بمعنى متكاملة. مناظير عمود فقري تكون كل الوحدات المؤهلة للتعامل مع كافة أنواع الغضاريف، كل أنواع مناظير عمود فقري. ده كلام مهم، لأن تكنولوجيا مكلفة، تكنولوجيا محتاجة ومتنوعة. تمام. كمان طب وإحنا بنتعامل مع الانزلاق والغضروف قد نحتاج اللي إحنا نعمل غضروف بديل، غضروف خلاص تاكل هنشيله، الغضروف البديل ما يسمى بالغضروف الصناعي اللي إحنا بنركبه بفضل ربنا، وده متاح برضه بفضل ربنا المنظار. عشان نوضحه للناس لازم نفهم الناس ان الغضروف الصناعي اللي هو ظاهر على الشدة غير ما يسمى بالدعامة، وغير تثبيت الفقرات التقليدي بالشرح والمسامير، وغير القفص الكربوني اللي عند الناس، ده اسمه غضروف بديل، غضروف صناعي حقيقي. الغضروف الصناعي الحقيقي فضل ربنا هو الحاجة الوحيدة اللي بتمنع رجوع الغضروف تماما بكل وضوح، لانه غضروف مفصلي، هو الحاجة الوحيدة اللي ممكن اركبها المريض ويرجع يمارس حياته بصورة طبيعية بالكامل بدون اي محدودية في الحركة. ما عندناش مشكلة أبدا في ممارسة الرياضة بعد أيام قليلة جدا من العملية، ما عندوش خوف إطلاقا من رجوع الغضروف مرة تانية، زي زمان كان بيتقال للمريض إن بعد عملية غضروف بنخاف الغضروف يرد عليك زي فلان أو فلان، ما عادش الكلام ده. الغضروف الصناعي البديل
بيدي المريض امان مطلق في عدم رجوعه للغضروف مره ثانيه، بيدي المريض امان مطلق في حريه الحركه والانحناء للركوع والسجود. الكلام ده بيحصل من اول زياره بعد العمليه، دي اهم حاجه في الغضروف الصناعي البديل، وبيتم بالمنظار. تفضل، ربنا يتم بالمنظار. يوم العمليه بقى المريض خلاص قرر وقرر له وحددنا له يوم العمليه، كيف يسير اليوم؟ حضرتك عشان تخيل اليوم ده، حضرتك مش تخيل ان ساعات قليله بتمنع بتحول حياه المريض من شخص ممكن يكون داخل المستشفى على كرسي متحرك، جاي في عربيه اسعاف، عنده صعوبه شديده جدا في المشي والام شديده لا تطاق، لساعات قليله، ساعه قبل العمليه مع المساعدين ودكتور التخدير يشرح له ازاي هنعمل العمليه برضه ويعيد عليه التفاصيل بالترتيب. العمليه لا تتجاوز بفضل ربنا ساعه بجرح صغير جدا، لا يعقبه تركيب قسطره بوليه ولا درنقه في الجرح ولا الكلام اللي كان موجود في الجراحه التقليديه. افاقه لا تتجاوز ساعه بعد العمليه، فضل ربنا بيرجع شخص سوي طبيعي بالام لا تذكر، بيتحرك بصوره طبيعيه، بيروح البيت على كرسي عادي في العربيه، وممكن يروح سايق كمان لو المشوار صغير، بيتحرك في بيته بصوره طبيعيه تماما، بيرجع لنا بعد اسبوعين اول زياره، بيخرج من البيت، يقدر ينحني للركوع والسجود، بيرجع لشغله في اليوم العشرين لو شغل بسيط، على اليوم الثلاثين لو شغل مرهق بالكامل، بيرجع لحياته الكاملة تدريجيا، بس بشرط ان احنا نديله شوية محظورات، نقول له والله الحركة الفلانية تعملها في التاريخ الفلاني، الشغل الفلاني تعمله في التاريخ الفلاني. فضل ربنا منع علينا بموضوع المناظير ده، بيحول حياة ممكن المريض يكون داخل الصبح اكبر 20 سنة عن وضعه بعد العملية بساعة بفضل ربنا. ريكفري، مفيش تغيير في التشريح، مفيش ديستراكشن للانسجه. طيب لو انا طلبت من حضرتك انك ترسل رسائل لمرضى الانزلاقات الغضروفيه، ودول كتير اللي عندهم مشاكل في العمود الفقري، تشمل ايه هذه الرسائل؟ اول حاجه بنقول للناس كلها الموضوع ما يخوفش، عشان حتى لو جالك الام بسيطه في ظهرك او الام ما تسمى بالام عرق النسا، لازم المريض ما يخافش ومش ما يفهمش ان الاعراض دي كلها معناها انزلاق غضروفي. في اغلب الاحيان بتكون اصلا مش انزلاقات غضروفيه وما لهاش علاقه بالعمود الفقري، بس اللي يحكم لنا على الكلام ده طبيب متخصص في جراحات العمود الفقري ومناظير العمود الفقري، هو اللي يحدد لنا ان كانت الالام اللي عنده خاصه بالعمود الفقري فهنتعامل معاها او لا. ولما نكشف مبكرا فضل ربنا الدكتور بيقدرها يحدد لنا احنا في المرحله كام، احنا عندنا مشكله حركيه سريعه لتدخل العاجل ولا المشكله حسيه بسيطه، يوصف لنا العلاج المناسب، نلجا فورا بصوره مبكره للطبيب، ما نمشيش ورا الدجالين ورا اللي بيعملوا حاجات كلها غير طبيه وغير مسؤولين عن نتائجها. هو بيعمل الحاجه دي 100 مره في اليوم ومش فارق معاه نتيجه، بيعملها مع مرضى انزلاق غضروفي وغيرهم، من اول الحجامه، من اول شده اللي يعلقه في سلسله زي ما كان في اول الحلقه. الكلام ده موجود في مصر؟ موجود في كل في كل مكان، ولا الكي بيكون له ظهره وفخده ورجليه، وفي الاخر برضه بعد كل الحاجات دي للاسف بيرجع للعمليه، بس بعد ما بيكون وصلنا للمنطقه الاخيره اللي هو بقى عنده مضاعفات بتخلي الموضوع اصعب، بتخلي تعافيه اصعب. نتمنى من كل الناس انها لا تتردد في الكشف المبكر والبحث عن اعراض الانزلاق الغضروفي والتعامل معاها. بفضل ربنا الموضوع بقى بيتم في كل مكان في الدنيا بصوره امنه، شرط الكشف المبكر والتشخيص المبكر والتعامل الامن مع طبيب متخصص في جراحات ومناظير العمود الفقري. طيب مين اللي تعاقبه وتقول له ده تلبس البدله الزرقاء تاخد حكم؟ المريض للاسف، المريض نفسه مش اهله، اللي تشخص ان عنده انزلاق غضروفي وبيسمع كلام الناس اللي حواليه اوعى تعمل العمليه اوعى تعمل العمليه، وللاسف يحكم على نفسه انه يبقى شخص معاق لسنوات طويله جدا. يعني في مريض لما يعمل العمليه بيبقى في فضل يعني بعد التعافي التام بيبقى حزين جدا بعد العمليه انه قعد سنين طويله متاخر، انه ما عملش العمليه وما لجاش للمتخصص من الاول، كان معتقد ان العمليه دي نهايه الدنيا. فضل ربنا الموضوع امن جدا في كل انواع عمليات الانزلاق الغضروفي، حتى في كل المراحل، حتى في المرحله الاخيره لما بنلجا لطبيب متخصص في مكان في خبره عاليه وله تجارب كويسه، المريض فضل ربنا حياته بتتحول. اللي يلام هو الشخص الوحيد، هو المريض، لان الوحيد المسؤول عن صحته انه تاخر في السؤال عن التخصص المناسب. مين اللي تلبسه بدله حمراء تحكم عليه بالحكم العنيف ده؟ اهل المريض اللي بيمنعوه انه يروح لطبيب ويقولوا له لازم نمشي في الطرق الثانيه اللي هي الطرق الغير تقليديه، نتمنى الناس كلها تبعد عنها طبعا. اللي هي علقت من اول بقى الكي والحجامه والعصايا والخشبه، كل الحاجات دي كلها. في نوعيه جديده دلوقتي من النصابين بقى ما بيعملوش الحاجات دي، عايشين في دور الدكاتره. يقول لك انا دكتور
تيجي بقى لو حظه وقع في دكتور، هي ده بتبقى الفضيحه بقى. اللي هو اللي بين قوسين اكبر حاجه دلوقتي فيها دعايه غير مغلوطه، اللي هو انا اعمل لك العمليه بدون جراحه. مفيش في العالم حاجه اسمها عمليه بدون جراحه اطلاقا. يعني لازم عشان تحصل على نتيجه حقيقيه وعلاج جذري لازم تكون في عمليه. العمليه دي بتختلف بقى من اول جراحه التقليديه او الميكروسكوب او اخر طفره وصلنا فتره منظر مناظير متقدمه. هي كلها حاجه اسمها بس ان انا اوصل للمساله ازاي. يعني الفرق بين العمليه دي كلها الوصول الى الغضروف والتعامل معاه بالمنظار، الات محدوده صغيره رفيعه مش عارف ايه ومش هكسر وداخل او بالميكروسكوب لو انا محتاج او بفتح تقليدي لو العمليه القديمه. انت اسعدتني بهذه الحواريه الرائعه وسعدت جدا لما انت لومت المريض حقيقه، لان هو الوحيد المسؤول عن صحته، هو الوحيد اللي بيتحمل المضاعفات اللي ممكن يقعد بيها بقيه عمره. لان للاسف المرضى بيستاؤوا جدا من العمليه، بقول لحضرتك على الشهور او السنوات اللي ضيعها هو حبيس الفراش. طبعا بيندم. لا اصله في حاله زي دي احنا بنتكلم على المريض واعي، ما تكلمش مثلا عن واحد جاله جلطه في القلب مش واعي مش عارف ايه اللي بيدور حواليه. لا ده متألم وبقاله سنين متألم وبدأت العملية وراح لدكاترة وراح لناس متخصصين وراح لناس فاهمة قوي وأكيد شاف وتقاله كلام محترم وتسمع الكلام غير محترم. هو نفسه اختار انه ساعات يمشي ورا الكلام غير المحترم. غير المحترم في انه يروح واحد يلعب له بعصاية في ظهره كده، يبقى ده كلام بتكون كلها لها مضاعفات غير مدروسة ولا يتحمل الشخص ده اللي بيعمل كده. لا يتحمل بيودي بحياة الناس، يدخله في سيبتسيميا، يدخله في تسمم دموي. يبقى بقى هو بدل انزلاق غضروفي بس ألم، ما هو الانزلاق غضروفي ما بيموتش، لكن الكي يموت طبعا، يعمل تسمم دموي ويعمل مشاكل. لا وفي مرضى بيكون رايح للراجل اللي هو بيعمل وسيلة غير بمجرد آلام ويخرج لا قدر الله على كرسي متحرك. شفنا كده، شفنا كتير. نورت وشرفت واسعدتني. احنا اسعد سعاده بحضرتك. اسم القدير والقيمه العلميه المتميزه الاسم الكبير في هذا المجال استاذ الدكتور محمد نجاح صباح، استشاري طب وجراحات العمود الفقري بالمنظار وصاحب الزماله السويسريه لجراحات تشوهات العمود الفقري بالمنظار، عضو الجمعيه المصريه والسويسريه لجراحات العمود الفقري. محتاجين حلقات كمان في التشوهات دي ضروريه جدا لان مطلوبه مني، فانا الدعوه مفتوحه واتمنى ان انت تشرفنا في اقرب فرصه عشان نتكلم على كمان التشوه. ان شاء الله نورت وشرفت. ان شاء الله جدا، خليكم دايما مع الناس الحلوه. الاستاذ الدكتور هشام الشاعر أستاذ أمراض النساء والتوليد والعقم بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، عضو الجمعية الأوروبية للخصوبة والعقم، رئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز وعيادات الرياض للخصوبة والصحة الإنجابية. أهلا بكم. في جمل وقعها على الرجل الذي يعاني من تأخر إنجاب أو على الزوجين اللي بيعانوا من تأخر إنجاب، عشان أبقى واضح، كلمات قاسية جدا من ضمنها كلمة هناك انعدام في الحيوانات المنوية. ولما أقول هذه الجملة دايما أنتوا هتقولوا بعديها طب أنت هتقولي بعد كده معايا ليس هناك شيء يقال بعد هذه الجملة. لا، يبدو أن العلم الحديث جعل هذه الجملة ليست نهاية الحوار، ليست آخر سطر في الصفحة، بل هناك ربما بوارق أمل وهناك أشياء جميلة قد تحدث بعد ذلك. بعد الظلام الدامس في كلمة انعدام الحياة المنوية قد يأتي النور بانفراجة رائعة جدا. تعالوا نفهم هذا المعنى مع ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم اللامع في عالم تأخر الإنجاب الذي يبدع دائما في حوار الأستاذ الدكتور هشام الشاعر أستاذ أمراض النساء والتأخر الإنجاب بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، استشاري تأخر الإنجاب والحقل المجاري، عضو الجمعية الأوروبية للخصوبة تأخر الإنجاب، ورئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز وعيادات الرياض للخصوبة والصحة الإنجابية، عضو الجمعية الأمريكية لتأخر الإنجاب. أهلا بك دكتور. أهلا بحضرتك دكتور أيمن. كلمة مخيفة قوي. تمام. إنك تقول لزوجين احنا عملنا تحليل او الاسبوع هو هيبقى موجودين. تمام هو جه هو امراه ساعات بيجي الواحد في الموقف ده ممكن يجي الواحد. تمام انت عندك انعدام في الحيوانات المنويه. تمام. هو ساعتها في جمل كده في الطب بعديها بتشوش الصوره صح وبيحصل طنين صحيح. لا هيسمع بعديها انت هتقول ايه صحيح.
ولا هيشوف اي حاجه، خلاص الصوره اسودت. ده حقيقي، هي صوره قاتمه بتنزل قدامه. بس يعني انا يعني ببشر الرجال اللي هم عندهم المشكله دي. بس قبل ما ابشر الرجال، فهو دكاتره الرجال نفسهم، بس انا بنقل تحياتهم لحضرتك كلهم. اشكرك. هو انا النهارده موجود بصفتي دكتور هشام الشاعر المفوض من استشاريين الذكور اللي موجودين في مراكز الرياض الخصوبه والصحه الانجابيه. احنا يعني قعدنا مع بعض واتفقنا انا الا عن الرساله بتاعتهم اللي هم ينقلوها لحضرتك عن طريق، فانا مفوض منهم، فانا هتكلم بنيابه عنهم. تمام. عشان لو حد جه وفتح كده الحلقه وشافني بتكلم في الذكور ما يعرفش ان انا، او ما يفتكرش ان انا قلبت التخصص بتاعي. التخصص بتاعي هو تخصص امراض النساء، بس انا مدير لمنظومه. المنظومه ديت فيها شق امراض نساء، فيها شق امراض ذكوره، فيها شق ما يسمى بالامبريولوجي اللي هو علم الاجنه والتكاثر، يعني في كذا لجنه علميه. بالظبط كده. وده فعلا دي اللي احنا بنعمله في مراكز الرياض، اللي هو المانجمنت بلان او الميديكال كوميتي، اللي هو اللجنه العلميه اللي بتقيم كل حاله، وكل حاله بناء على حالتها بنحط الخطه العلاجيه. طيب الحاله اللي احنا هنتكلم عليها النهارده، راجل صديقي جدا وحبيبي جدا، اي راجل يعني اتعمل له تحليل سائل منوي وما طلعش في حاله منويه خالص موجوده في السائل المنوي. فالدكتور طلب له التحليل المبدئي البدائي اللي بيتعمل الحالات ديت، تحليل هرمون اسمه الاف اس اتش. وفي هرمون اف اس اتش موجود في الرجاله، زي موجود في الستات برضو موجود في الرجاله. طب الستات الهرمون ده بيطلع من الغده النخاميه بيشغل المبيض، والرجاله الهرمون ده بيطلع من الغده النخاميه بيشغل الخصيه. طيب لما يكون الخصيه الوظيفه بتاعتها فيها ضعف، الهرمون ده اللي اسمه الاف اس اتش اللي بيطلع من الغده النخاميه بيعلى، زي ما كان حضرتك بتنادي على حد ما بيردش فتعلي صوتك، او تخبط على حد ما يردش فتخبط اكتر، برضه الهرمون ده مستواه بيعلى. الرجل ده لما يطلب منه انه يعمل تحليل سائل منوي اف اس اتش ويطلع رقم عالي، دكاتره الذكوره اللي هو يعني متفقين هو اكتر من 12 ده رقم عالي، طلع 20 30 40 50 80 حتى، الراجل ده للأسف بيتصدر له صورة سوداوية خاطئة، صورة سوداوية لكنها في نفس الوقت خاطئة، ألا وهي أنت أيها الزوج اللي السيد المنوي مفهوش حيوانات منوية وتحليل الـ FSH بتاعك عالي، أنت ما عندكش أمل في الخلفة. ده اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة. هل الرجالة دول اللي هو عندهم حيوانات منوية ما عندهمش حيوانات منوية موجودة في السيد المنوي وتحليل الاف اس اتش بتاعهم عالي، هل دول عندهم امل في الخلفه؟ الاجابه باذن الله باذن الله هل الامل هيكون في حقن مجهري او هناك امل اصلا؟ سؤال عظيم خالص. عارف يا دكتور ايمن، لو كان الاف اس اتش كويس طبيعي يبقى ده الى حد كبير معناته ان وظيفه الخصيه كويسه. يبقى الله، طب ازاي وظيفه الخصيه كويسه وما فيش حيوانات منويه موجوده في السائل المنوي؟ يبقى المشكله في القنوات المنويه او في الحبل المنوي اللي هو بينقل الحيوانات المنوية من الخصية إلى الخارج. تمام. هو المفروض السائل المنوي ده في جزء حيوانات منوية من الخصية وفي جزء سائل منوي من الحويصلات اللي حوالين الخصية. تمام. ده ببساطة كده. الحويصلات شغالة والقنوات بتاعتها مفتوحة وبيطلع سائل المنوي، لكن لو الخصية شغالة بس القنوات بتاعتها مقفولة يبقى ساعتها فعلا سائل منوي مش هيكون فيه حيوانات منويه، بس مش عشان ضعف في الخصيه، ده عشان انسداد في القنوات المنويه. الرجاله دول ممكن يكون ليهم طريق، ممكن مش اكيد، ممكن يكون ليهم طريقه علاج غير الحقن المجهري. التوصيله، ولو ان التوصيله ليها نسبه نجاح مش دايما احسن حاجه، بس وارد انها تكون طريقه علاج. لكن الرجال اللي السائل المنوي سائل منوي بينزل من الحويصلات المنويه بس ما فيهوش حيوانات منويه بسبب ان الخصيه نفسها هي اللي ضعيفه، لا مجال غير الحقن المجهري. ثالث مره لا مجال غير الحقن المجهري. طب اقول الرابعه، لا مجال لعمليه الدوالي في علاج هؤلاء الرجال. يعني الراجل اللي هو عنده سائل منوي ما فيهوش حيوانات منويه ما يتعملوش عملية دوالي عشان يخلف طبيعي، ولو اني معترض على كلمة طبيعي، تلقائي يعني من غير حقن مجهري. لا مش كده، هو كل الخلفة طبيعي. بالظبط كده. تاني، يعني الدوالي مش هي علاج حيوانات
منوي، زيرو حيوانات منويه في السائل المنوي عشان توصل ل 15 مليون ويحصل حمل عادي او تلقائي. لا مش كده. ليها مجالات اخرى دوليه ممكن تعمل، بس مش المجال ده نهائيا. تمام، عشان الناس تبقى عارفه بس المعادله واضحه لها بالظبط كده. الدوالي ملهاش دور في علاج رجل عنده زيرو حيوانات منويه، انعدام حيوانات منويه بالزبط. وتكون الدوالي واحده من اساليب العلاج لتاخر الانجاب. الله ينور، ساعتها يبقى ضحك على الدقوق. صح كده، الله ينور عليك. بالظبط كده، لكن كده. ممكن الدوالي تعالج لسبب تاني او لهدف تاني. صح، ما نقولش ما بتتعالجش، بس صح. الهدف ايه؟ انت بتقول الشارع ده بيوصل للبيت الفلاني. تمام، هو بيوصل لاي بيت، لكن البيت الفلاني لا، ما بيوصلش للبيت الفلاني. صح، الدوالي في حاله انعدام من حيوانات منويه لا تؤدي الى علاج تاخر الانجاب. هايل جدا جدا. لكن اللي احنا بنتكلم حالة عليها النهارده هي حاله ضعف في الخصيه نفسها. القنوات مفتوحه وكل حاجه، بس الخصيه مش شغاله. الرجاله دولت هل في مجال غير الحقن المجاري؟ ما لهمش الا مجال الحقن المجاري. وشغلنا الشاغل بقى ان احنا ازاي نزود من فرص ان احنا نلاقي حيوانات منويه لما نيجي نبحث عنها في الخصيه. عينة الخصية دي كلمة مخيفة جدا. انت تقول لراجل هنعمل لك عينة من الخصية عنده تخيل قديم، صح، لأساليب قديمة كانت بتتعمل لعينات الخصية، أساليب صحيح يعني قاسية جدا. صحيح. هو عموما الرجالة بيخافوا جدا جدا نفسهم أكتر من الستات، على فكرة ده حقيقي فعلا. الست عندها إقبال جدا وعندها استعداد تعمل أي حاجة عشان تنجب. الله ينور عليك. بالظبط، الراجل لا ممكن عادي مفيش مشكلة، خصوصا لو كان مخلف قبل كده. يا خبر أبيض، لو كان مخلف قبل كده بيطلع عينينا، بس يعني إن شاء الله بيستجيب في الآخر يعني. تمام، وعلى فكرة ممكن راجل يكون مخلف قبل كده، عشان فكرة دي مهمة جدا. مخلف قبل كده مرة واثنين وستة ودلوقتي لا استنى بس، ودلوقتي ازوسبيرميا يعني سائل منوي وغير حيوانات منويه. ادي بقى بص، تخيل ده ممكن علميا يحصل. يحصل جدا، بس ده يوم عند غير المثقفين وعند غير المتعلمين يوم اسود يوم كارثه. عشان كده انا يعني بقول الجمله واقول اللي وراها على طول. هو حضرتك يا استاذ فلان دلوقتي ما فيش حيوانات منويه، بس ده وارد ان هو يحصل، عشان انا عارف دماغه هتجيب في حته تانية خالص، بس ده وارد ان هو يحصل، لان في تغيرات ممكن تحصل، في التهابات، في لخبطه هرمونات، في دوالي ممكن تحصل، ممكن اصلا الحمل اللي حصل قبل كده ده كان حمل يعني حصل صدفه بحيوانات منويه ضعيفه خالص، بس اصبح دلوقتي اضعف ومفيش حيوانات منويه. يبقى ده وارد ان في راجل يكون مخلف مره واثنين ودلوقتي مفيش حاله منويه في السائل المنوي خالص. هو الحقيقه اللي بيكتبوا سيناريو افلام ومسلسلات لو قعدوا معاك قعدوا مع منظومات هيطلعوا بافكار في السيناريوهات الافلام مثيره جدا. أكيد. ان راجل يجي هو وثلاث عيال ولاده كبار كده، ايوه، واتجوز واحده وجايبينه هو مثلا معاهم، ايوه، فيقول له على فكره يا حاج انت يا فندم انت ما عندكش حالات منويه. أيوة. لو وعد قالها له، أيوة، بدون وعي علمي او بدون وعي ثقافي، أيوة، الراجل ده هيلف للعيال يقتلهم. بالظبط، وهيفتكرهم مش ولاده. صحيح، وهم ولاده، بس صحيح، حصل تغير عليه. صحيح، ما احنا لازم نبقى واضحين في الحته دي. صحيح. تمام، الحمد لله واجهنا بالحقيقه وخلاص، وهو فهم خلاص الوضع بتاعه عامل ايه. طيب احنا دلوقتي عاوزين نمشي في سكه ان هو ربنا يكرم ويحصل حمل. ربنا يكرم ويحصل حمل عن طريق حمل عادي، قلنا ده طبيا هيبقى مش عاوز يقول مستحيل، ربنا قادر على كل شيء، بس هو صعب جدا جدا جدا. احنا محتاجين نعمل حقن مجهري، محتاجين ان احنا ناخد 10 15 حيوان منوي ونعمل بيهم الحقن المجهري. هناخدهم منين؟ من الخصيه، عن طريق عينه الخصيه. طمنا الراجل. طيب هنعمل عينه الخصيه، هنعملها بالطريقه القديمه؟ لا خالص، ما بقيناش في مراكز رياضه الخصوبه والصحه الانجابيه، نعملها بالطريقه القديمه. ايه القديمه وايه الجديده اللي احنا شايفينه على الشاشه دي قديمه ولا جديده؟ يعني دي مش يعني تمام، يعني حتى دي مش ما اقولش عليها عينة خصية، دي اقول عليها فاين نيدل اسبيريشن، اللي هو سحب بالإبرة من الخصية. مش عينة. يعني بدايات عينة الخصية كانت عينة واحدة كده بتتاخد أطفى، والدكتور ونصيبه، والراجل ونصيبه، وكل الناس ونصيبهم، ويا تطلع يا ما تطلعش. عمياني نسبة ان العينة تطلع حيوانات منوية فيها ما تزيدش عن 4-5%. في سؤال غبي شويه سألت. تمام، هل الخصيه دي نسيج مترامي الاطراف؟ صحراء كبيره يعني، هايل، لان الناس كتير في دماغها ان يعني عينه هدخل. يعني المساله اصلها مش وده كان زمان اللي بيحصل، ان هو كان بيتاخد عينه الى حد ما نسبيا كبير عن طريق مقص جراحي، عن طريق مقص جراحي. تمام،
قالوا طب ما هو لو خدنا عينه واحده، الكلام ده انا بتكلم عن 10 15 سنه كده، طيب لو خدنا عينه واحده نسبتها 4 5% طالع حرارة منويه، طب ما ناخد اكتر من عينه، اكتر من عينه ده احنا هنربش نص الخصيه عشان خاطر نلاقي حرارة منويه للراجل ده. خلاص الكلام ده اتلغى دلوقتي، حتى العينه العشوائيه المتعدده اللي هو اكتر من عينه ما بقتش تتعمل دلوقتي في الاماكن الكويسه المتخصصه. الرساله الاخيره، الرساله الاخيره بطمن كل الرجال بنسبه 95% باذن الله، باذن الله اي راجل باذن الله مع تطور علم وتطور تقنيات في امل جامد جدا ان ربنا يكرم ويحصل حمل ان شاء الله. نورت وشرفت وابدعت كلامك، كل الشكر والتقدير لوجودك معانا. الله يخليك. والاستاذه والاستشاريين الذكوره بيسلموا على حضرتك كلهم والله. ده في حد من اسوان يعني عاوز يجي يسلم حضرتك، بس يعني في اسوان هيعرف يجي ازاي؟ مش عارف انا هكون فوق، انا هروح له، انا رايح الاقصر قريب وفيت على اسوان. نورت وشرفت. تسلم دكتور ايمن. ضيفي العزيز، القيمه العلميه الكبيره والاسم الكبير في عالم تاخر الانجاب، واحد من البارعين على المستوى العربي على المستوى العالمي الحقيقه، بيشرفنا دايما باسلوبه العلمي الراقي جدا وشرحه والتفصيل، الاستاذ الدكتور هشام الشاعر، استاذ امراض النساء والتوليد وتاخر الانجاب بكليه الطب قصر العيني، استشاري تاخر الانجاب والحقل المجهري، عضو جمعيه الاوروبيه للخصوبه وتاخر الانجاب، رئيس مجلس اداره مجموعه مراكز وعيادات الرياض للخصوبه والصحه الانجابيه، عضو جمعيه الامريكيه للخصوبه والعقد. نورت. انا دكتور شرفت. شكرا جزيلا، خليكم مع الناس الحلوه. اسم رجب أدهم عفيفي من أسوان، أنا اتجوزت في سنة 80. من 80 لغاية ما ربنا أكرمنا وجينا مركز الرياض، عملت العملية دي من قيمة 25 سنة، فقدت الأمل، فجيت هنا الأمل تجدد معايا. عملت العملية ونجحت الحمد لله، وربنا أداني أدهم بعد 37 سنة صبر. وبعديه بسنتين ربنا أكرمني بعفيفي، سبحان الله يعني نعمة من عند ربنا لأولاد. قعدنا معاه تبعنا 7-8 شهور في أول ولد أدهم، والتاني برضه تابعنا معاه بتاع 5 شهور. المدام كان يعني كان عندها برضه مشكلة، وكان عندها البيضات خفيفة، وكانت مش عارفة، وكان بتابعها ويديها علاج يعني الحمد لله. أخذ مني تحاليل وأخذ مني عينات، وعملت عينات وتحاليل وتابعت برضه، اداني حاجات مجويات الدكتور الذكورة، لغاية ما ربنا كرمنا وسحبوا مني العينة وتابعوا مع المدام مع البيضات كانت ضعيفة. نزلت على الأرض وركعت لله سجدة، واحمدك يا رب واحمدك يا رب، وكمل لي على خير يا رب، وكانت فرحه جميله، وربنا ما يحرم اي حد محتاج يا رب. مركز الرياض ده من انظف المراكز اللي احنا شفناها، انا رحت ترددت على كذا مركز قبل كده، خدمه جيده جدا يعني، كل الطقم اللي معاه بسم الله ما شاء الله، يعني خدمه تلاقيها ما تلاقيهاش في اي مكان. الاستقبال بصراحه في مركز الرياض كان جميل، كانوا يعني متقبلين يعني الحاله حسب الحاله اللي معانا، روحهم عاليه جدا. تمريض العمليات كمان كانوا بيتابعونا، ولغايه ما احنا نخش اوضه العمليات فرحان بيكم وبأولادي، مركز الرياض ده فرحان بيه قوي. انا يعني انا كذا حاله جبتها هنا وكذا حاله بنصحها تيجي هنا. الجماعه هنا شاوروني قالوا لي انت هتحجنيه ولا مش هتحجنيه، ده جنين واحد. قلت لهم اللي رايد بيه ربنا مهما يكون هيكون. حولته وبعد كده راح ربنا كرمني بعد الاختبار 15 يوم كرمني ببودي جوه العمليات، يعني فريق عمل يعني ما لقاش زي الفرحه اللي جاتني ما تتقدرش. انا واقفه بقيت اسجد في الارض.
الدكتور علي أحمد شفيق، أستاذ ورئيس قسم جراحة القولون والمستقيم كلية طب قصر العيني، دبلوم جراحة المناظير جامعة ستراسبرغ، الرئيس الإقليمي للجمعية الدولية لأساتذة القولون والمستقيم، عضو الجمعية الأمريكية للقولون والمستقيم، زميل الجمعية الفرنسية لجراحة الجهاز الهضمي. أهلا بكم. النهاردة يوم مشهود، يوم مهم جدا جدا في الناس الحلوة، لأنه اسم عالمي كبير هيكون ضيفنا النهاردة في واحدة من المواضيع المهمة جدا. لكن خلينا أبدأ كلامي بجملة مهمة، يعني إيه ثقافة طبية؟ إحنا لما بنعمل النوعية دي من البرامج هدفنا إن إحنا ننمي كلمة قد تبدو بسيطة لكن لها أوجه كتيرة. الثقافة الطبية أوجهها كتيرة جدا، من ضمن أوجهها المهمة إن إحنا لما بنمسك موضوع زي إمساك الأطفال أو الإمساك عند الأطفال لازم نبين لكم الاحتمالات إيه، عشان أنتوا المتحرك الأساسي. عموما الإنسان هو المتحرك، عندما يشعر بعرض معين لازم يترجمه ويروح يكشف أو يروح للمتخصص ويبقى فاهم الاحتمالات اللي هي عندنا في الطب اسمها differential diagnosis أو البوسيبيليتي اوف دياجنوز أو الاحتمالات بتاعة التشخيص. تعالوا النهاردة نقرب من هذا الأمر بدقة، وزي ما أنا قلت لكم النهاردة لقاء مع قمة علمية كبيرة بنفتخر بقبول دعوتنا النهاردة، اسم جراحي عالمي وطبعا أستاذ الأساتذة في هذا المجال علم الكثيرين وما شاء الله ما زال يعلم الكثيرين جدا في مصر وفي العالم كله الكثير من فنيات عالم الجراحة، ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم العالمي الكبير الأستاذ الدكتور علي أحمد شفيق، أستاذ ورئيس قسم جراحة القولون والمستقيم بكلية طب جامعة القاهرة قصر العيني، وصاحب دبلومة جراحات المناظير من جامعة ستراسبورغ، ورئيس الإقليمي للجمعية الدولية لأساتذة القولون والمستقيم، وعضو الجمعية الأمريكية للقولون والمستقيم، وزميل الجمعية الفرنسية لجراحات الجهاز الهضمي، الرائد القدير والاسم الكبير والمرجع العالمية. أهلا بك دكتور. أهلا دكتور أيمن، يشرفني دايما أجي وأتواصل معك. ده شرف، شرف لينا قبولك دعوتنا النهاردة. شكرا. عايز أبدأ الأول بكلمة إمساك عند الأطفال، الكلمة دي معناها إيه؟ تمام. الحقيقة اختيار الموضوع النهاردة اختيار ذكي من حضرتك، ان امساك الاطفال موضوع غير مطروق وما بيحصلش التحدث فيه في البرامج الطبية بشكل واضح، ودايما المنوط بهذا دايما احنا بنقول الطفل، لما كنا بنبقى دكاترة في ابو الريش او دكاترة بنشتغل نعلم الطلبة، ان الطفل ما بيقدرش يعبر عن مشاكله، الطفل ما بيقدرش يقول هو عنده ايه، الطفل يقدر يبكي بس او يقدر يصرخ، انما الام هي اللي بتقول الشكوى بتاعة ابنها. ويمسك الاطفال الحقيقة بيبدأ من منذ الولادة الى ما ينتهي مرحلة الطفولة اللي هي قانونا بتتقال عند 18 سنة. تمام. فبالتالي الإمساك في الأطفال ده شيء ممتد من أول لما الطفل مش قادر يعبر عن نفسه في سنة وسنتين وثلاث سنين لغاية لما يبدأ يقول أنا مش عارف أعمل حمام أو يقول أنا بتوجع. فبالتالي الإمساك هو عرض عند الأطفال في المراحل المبكرة قبل ثلاث سنين، الأم هي اللي لازم تشتكي منه مش الطفل هو اللي بيشتكي منه، وده بيبقى موجود في مراحل مؤقتة ساعات مع تغيير الغذاء من اللبن الرضاعة للبن للأكل الاعتيادي اللي بنسميه الفطام. فترات الفطام بيحصل فيها بعد الإمساك بعض التأخير في الإخراج، إنما ما بيمتدش. الامتداد هي المشكلة. احنا دايما بنقول لازم الأم تبقى عارفة الرينج الطبيعي لإخراج ابنها. الرينج الطبيعي ان هو يعمل حمام مره في اليوم او مرتين في اليوم او بالكتير يوم او يوم لا، انما ان يقعد ثلاث واربع ايام ما يعملش حمام ده مشكله، وده بيشكل مجموعه كبيره من الاطفال وبيتوه التشخيص فيها ما بين اطباء كتير، اطباء الاطفال، اطباء التغذيه،
أطباء الحساسية، لأن كتير جدا بيتهم الحساسية وبيمنعوا الأطفال من عدة عدد كبير جدا من الأغذية، نظير إن هم الأغذية دي بتعمل لهم حساسية في الجهاز الهضمي، منها الجلوتين ومنها مواد أخرى الألبان، وبيمنع الطفل منها، وهي حاجات إسينشال أساسية بالنسبة للتغذية بتاعته، وما بتتحسنش الإمساك. في بعض الحساسية بتعمل لنا إمساك وليس بهذا الكم، وإذا الطفل اتمنع من الحاجات دي والإمساك ما تصلحش يبقى مش من الحساسية، من حاجات أخرى. عندنا كاتيجوري كبير من الأطفال عندهم مشكلة الإمساك والأهل ما بيبقوش عارفين يعملوا لهم إيه. طيب بالتأكيد التغذية بتلعب دور كبير جدا في الموضوع ده هوت، و مشكلة الأطفال في التغذيات السيئة اللي بتبقى في الفترة الأولانية، أكل الكربوهيدرات كتيرة زي الرز والبطاطس والعيش بكميات كبيرة، وعدم الاهتمام بالخضروات من الأم. ما هو الفترة الأولانية الأم هي اللي بتغذي، الأم هي اللي بتحط قدام الطفل يأكل إيه وما يأكلش إيه، ما تسيبش الطفل يطلب اللي هو بيميل إليه وما توجهوش. فمهم جدا التوجيه في المراحل الاولانيه، الطفل جاي الدنيا اللي بيتحسس ايه الحاجات اللي بتتقدم له وبيميل لشيء وما يميلش لشيء اخر، بس احنا لازم نوجهه للشيء الصحيح. الكربوهيدرات والنشويات الكتيره مشكله، وعدم اكل الخضروات بتبقى مشكله، وعدم اكل الفواكه مشكله، وعدم شرب المياه مشكله، واكل المواد المصنعه مشكله. كل الحاجات اللي اغلب الاطفال بتعملها دي كتير بتسبب الامساك المزمن. ده شق التغذيه. في شق تاني بيبقى بنسميه الشق المرضي اللي هو القولوني. الشق المرضي اللي احنا بصدد القاء الضوء عليه دلوقتي اللي هو مشكله بتبقى في موجوده في القولون، اللي هو زياده فتره تخزين الفضلات في القولون نتيجة تمدد القولون، ونتيجة زيادة السعة التخزينية للقولون عن المعتاد. طيب هل دي حاجة الولد مولود بيها ولا اكتسبها؟ عندنا الاتنين، حاجة مكتسبة وحاجة مولودين بيها، عيب خلقي واكتساب. العيب الخلقي اللي هو بتبقى مشاكل في الضفيرة العصبية بتاعت القولون وعدم اكتمال النمو بتاعها، فبيؤدي لتقليل حركة القولون في ان هو يطرد الفضلات. نمرة اتنين، تقليل الاحساس بالرغبة في دخول الحمام. يعني ايه تقليل الاحساس؟ يعني الطفل في مراحله الاولانية عبارة عن اشياء غريزية، لما بيجوع بيعيط عايز ياكل، لما بيبقى عايز يعمل حمام بيعمل حمام سواء البول او الفضلات. فبالتالي هو كائن غريزي، كل الحاجات فيه لما بيزعل بيعيط وهكذا. فبالتالي الغريزه اللي موجوده فيه ده هي نتيجه تحفيز لشيء ما جواه. المجسات بتاعت القولون اللي بتحفز للرغبه في الاخراج بتبقى غير مكتمله النمو، فما بيحسش بالزنقه بتاعت الاخراج، فيبدا ما يخرجش يخزن. هنا بنلاقي في الاطفال دول تمدد في القولون. التمدد دهوت بيبقى نتيجه عيب خلقي موجود في الشبكه العصبيه الضفيره العصبيه للقولون انها غير مكتمله النمو. طيب ساعات في بعض الاطفال بتبقى الضفيره العصبيه موجوده ومكتمله النمو، بس عادات غذائية خاطئة مع عادات إخراج خاطئة اللي هو بنسميه الفطام. الفطام من الأكل من الرضاعة، والفطام من البامبرز أو الحفاضات. الفطام من الحفاضات إن أنا أعوده إن هو يقعد من غير الحفاضة ويستخدم الأماكن الطبيعية للإخراج زي الأول في البوتي وبعد كده في التواليت. دي بيحصل فيها
ايرور او خطا في التعليم، فبالتالي يبدا الطفل يمسك نفسه فترات اطول، فيبدا المخرجات تبقى صلبه اكتر، فتبدا تألمه في عمليه الاخراج، فيبدا يبقى عنده عمليه الاخراج دي عمليه قاسيه، عمليه مؤلمه، فيحاول يتفاداها، فيحاول يبعد عنها ويأخرها، فيبدا التخزين يزيد، ينتهي عندنا بتمدد للقولون. التمدد ده هو اللي بيشابه التمدد اللي فيه خلل في الضفيرة العصبية. في كلا الحالات أمهات بتيجي تقولي أنا ابني بيعمل حمام كل أسبوع، كل خمس أيام، كل تلات أيام. دي أرقام كبيرة جدا بالنسبة لطفل، ولما بيجي يفرغ ما بيفرغش بشكل طبيعي. في عندي قضية مهمة، الإمساك واحد من الأعراض المشهور إن المجتمع العربي ربما العالمي كمان بيتعامل معاه بشيء من الاستهانة. يعني أبسط شيء، أي طفل عنده إمساك، الأب أو الأم بينزل الصيدلية يقول للصيدلي هات لي ملينات للطفل، في خبرات متناقلة كده في البيوت، ديله مش عارف إيه، في حاجات طب مش عارف إيه، يبدأوا ياخدوا، وآخر محطة إنهم يروحوا للدكتور المتخصص. إيه خطورة وعواقب هذا الأمر؟ هو بالتأكيد مفيش حد من البيوت أو الأمهات اللي عندهم طفل جيله نوبة أو نوبتين إمساك ما بتسألش والدتها، بتسألش حماتها، بتسألش حد من اللي عندهم خبرة في التربية قبليها، وتقول أعمل إيه، أنا ابني بقاله فترة ما بيعملش حمام وعايزة أعمل له إيه. تمام، ده مقبول في مرة أو مرتين، إنما غير مقبول لما تكون حاجة ممتدة، غير مقبول لما تكون حاجة بقالها أسابيع وشهور وفي بعض الأحيان سنين. فده هنا هوت إذا كنتش بسأل طبيب وببدأ ألجأ للأشياء الحاجات المنزلية أو العطارين أو الكلام ده، فهنا أنا بعمل مشكلة للطفل، وممكن مشكلة تؤدي لمشكلة كبيرة ما تتعالجش. وللأسف جزء كبير من الأطفال دول بينتهم بيهم الحال لعدم تحكم، اللي هو بنسميه التخزين ثم الاستفاضة. يعني إيه التخزين والاستفاضة؟ يعني القولون بيمتلئ وبعدين يدلدق، زي الكوباية دي بتملأ على آخرها وبعدين تدلدق، وتبدأ هنا الأم تنتبه. يعني الانتباه بتاع الأم مش لأن الطفل بيعمل شيء ولا بيعمل، للأسف أغلب الأمهات بتيجي في المرحلة اللي هي المتأخرة، أنا ابني بيعمل على روحه، مش عارف يروح المدرسة، وزمايله بيبتدوا يتريقوا عليه ويقولوا له ريحتك وحشة. هنا الأم بتبدأ تنتبه، لأن الطفل مش عايز يروح المدرسة، هيبدأ يخش في مشكلة نفسية، هيبدأ يتعقد، هيبدأ يرفض التعليم. وده بيحصل ليه؟ لأن هي ما اهتمتش بأنه بيخرج ولا بيخرجش، فابتدى يخزن ويتراكم، والتخزين ده هو بيوصل لمراحل عالية جدا. فأي كمية جديدة تنزل، يعني هو في بلوك كمية متراكمة جوه واقفة، أي جزء جديد ينزل فوق جزء تاني يروح نازل بدون إرادة، جزء جديد يجي جزء يروح نازل بدون إرادة، وهكذا. فهنا بيبقى بنسميها التسريب أو البزقات. فعلى طول الطفل ده بيبقى عنده تسريب غير إرادي، وساعات الأهل بيضربوهم وساعات يعذبوهم عشان القصة دهيت، وبنقول لهم الطفل ملوش ذنب، الطفل ما قالوش أي دخل في الموضوع. فبالتالي بيبقى نوع من أنواع النتيجة النهائية الحتمية، ودي لما بنوصل لمراحل التسريب فاحنا دخلنا في إمساك متأخر. فهنا بتبدأ العلاجات بتبقى بتاخد مشوار أطول كتير من لو كانت الأم جابت الطفل في الأول وما خدتش الوصفات وما خدتش بالشكل الطبيعي. برضو الناس ما عندهاش ثقافة أساليب التشخيص في الحالات اللي زي دي، يعني مثلا إمساك حضرتك هتطلب أساليب تشخيصية أو يعني مساعدات تشخيصية، الناس موضوع مش للدرجة دي، والناس عندها استهانة بالإمساك. تمام تمام، ناس عندها استهانة بالإمساك، ده بالتأكيد. إنما
لما يتألم ما بيبقاش عنده استهانة. لما بيبدأ ما يقدرش يتغذى ياكل، لأن في جزء كبير جدا من النمو بتاع الطفل بيعتمد على التغذية. إذا ما غذتهوش هو مش هيكبر. وكتير جدا من الأطفال بيبقوا أحجامهم صغيرة ومناعتهم ضعيفة نتيجة قلة التغذية، كميتها ونتيجة نوعيتها سيئة. طب التغذية القليلة دي نتيجة إيه؟ نتيجة إنه ما بيفضيش. ودايما في مقولة مشهورة بنقولها إن من الفم لفتحة الإخراج شارع واحد. لو ما فضيناش مش هندخل، لو ما خرجناش مفيش حاجة هتخش جديد. فالطفل أوتوماتيك لما ما بيخرجش بيحس بالامتلاء فما بياكلش. الأم تقول له كل، ما بياكلش، يا دوبك كميات قليلة وبيشبع. فبالتالي هنا يبقى ضعيف على طول، النمو بتاعه يبقى متأخر، يبقى هزلان، الأمراض تبدأ تهاجمه على طول، سخونية على طول على الدكتور. كل الكلام ده هو بسبب حاجة بسيطة هي مش مديها الاهتمام اللازم. الخطة العلاجية بنرسمها ازاي؟ احنا الأول دايما بننبه والتوعية للأمهات ان لازم تبقى عارفة ان المعدل الطبيعي لإخراج ابنك لازم يبقى بشكل يومي، مفيش يوم ما يعملش إخراج. فدي هنا هو معلومة، محدش يجي يقولك هو طبيعته كده، مفيش حاجة اسمها طبيعته كده. تمام، بنبدأ نغير ونبدل في المكونات التغذية لغاية ما الطفل يعمل مرة على الأقل يومين، مرتين كان بيها حلو، ثلاث مرات كويس، إنما إن هو يعمل كل يومين ثلاثة ده سيء جدا. فهنا أول حاجة إن الأم تبقى عارفة إن مرة واحدة يوميا ده أساسي بالنسبة لابنها. نمرة اتنين إنها تكون متنوعة في التغذية لابنها، إن يبقى معدل الكربوهيدرات ما يزيدش عن 30% من العموم التغذية اللي هو بياكلها. حتى بنقول للأمهات لما تديله ساندويتش حاولي يبقى في خضار موجود فيه، لو حطي جبنة هتحطي خصاية طماطماية خيار، حاجة تعمل نوع من أنواع الألياف في الجهاز الهضمي. طيب لقينا الطفل بالشكل ده وعنده الإمساك، بنعمل الحاجات دي وما بيتحسنش، بنبدأ نشوف التأخير بتاعه كم يوم. هل التأخير يومين لثلاثة لأربعة؟ ما بنلاقي التأخير مدة طويلة بنبدأ هنا هوت نطرق باب الطبيب. الخطة العلاجية بتبدأ بالأول معرفة الطبيعة بتاعت الطفل هنا هو الإخراج بتاعه بدأ كده إزاي، وتطور إنه هو يبقى متأخر كده إزاي، والتغذية بتاعته أخبارها إيه، وطريقة الإخراج بتاعته شكلها إيه. بناخد نوع من أنواع زي ما بنسميها الهيستوري، التاريخ المرضي بتاعه من الأم أساساً، وده مهم من الأم تبقى عارفة الكلام ده هوت، لأن الأم لازم تلاحظ مخرجات ابنها وتبص عليها. وبنقول إن هي لازم تبقى عارفة حتى الريحة بتاعتها متميزة جيدة ولا سيئة، بتعتبرش الكلام ده هوت حاجات تافهة. فلما بناخد الكلام ده هوت بنبدأ نبقى نعمل أشعاعات، من ضمنها أشعاعات القولون اللي هي أشعة الباريوم على القولون. دي زي ما بنقول أول حاجة بنبدأ بيها، لأن هي بتوريني إذا كان في تمدد ولا مفيش تمدد. المناظير ملهاش أي دور في هذا الموضوع، هي أشعة الباريوم على القولون بنبدأ بيها تورينا إذا كان هناك تمدد ولا مفيش تمدد. لو في تمدد وكبير ساعات بنحتاج ناخد عينات من بعض أماكن في القولون نشوف فيه أعصاب ولا مفيش أعصاب. لو ما فيش أعصاب دي بقصة تانية، لو في أعصاب هنا هو بنبدأ في العلاج الدوائي. العلاج الدوائي اللي هي بتبقى مجموعة محركات القولون مش الملينات، لأن الملينات بالنسبة لنا بتشتغل على المحتوى مش بتشتغل على القولون. احنا بنحتاج محركات للقولون. يعني ايه محركات القولون؟ يعني حاجات تحرك لي الجدار بتاعه اللي هو المتردي أو المتمدد، تبدأ ترجع لي التون بتاع العضلات الدائرية للقولون ويبدأ يتحرك تاني ويطرد الموجود فيه، مع
بعض العلاج الطبيعي والتحفيز لمنطقة المستقيم انه يبدأ يحس ونعالج اذا كان في اي ألم بيبقى موجود. في 80% من الحالات اللي بالشكل ده بتتحسن على العلاج الدوائي، و 20% ساعات بيحتاجوا بعض التدخلات. ايه نوع التدخلات اللي بتتم؟ التدخلات عندنا من تدخل جراحي طبعا، مش دايما تدخل جراحي، ساعات بيبقى في علاج طبيعي. العلاج الطبيعي والعلاج الطبيعية دي مهمة جدا، بتحسن لنا الإحساس في منطقة المستقيم، بتنمي الخلايا العصبية اللي موجودة. ساعات الخلايا العصبية ما بتبقاش مختفية، إنها بتبقى قليلة، اللي بنسميها هايبوجانجليونوزيس، مش اي جانجليونوزيس، مش خلايا مختفية إنما خلايا قليلة. الخلايا القليلة دي بتحتاج بعض التحفيز بحاجة اسمها بايو فيدباك أو تحفيز للمستقيم لأنه يحس، يعيد الإحساس فيه تاني. فبالتالي ده في بعض الأحيان بيجيب نتيجة كويسة. في بعض الأحيان بنحتاج استخدام اللبوس كنوع من أنواع التحفيز الشرجي، لأن ده بيبقى نوع من أنواع الريلاكسيشن أو الانبساط لعضلة الشرج، إن هي تساعد في عملية خروج المادة من جواها، ودي من الحاجات المهمة اللي بنستخدمها في عملية تحفيز المستقيم. المشكلة كلها بتبدأ في منطقة المستقيم وتنتهي عند منطقة المستقيم. منطقة المستقيم هي المنوط بيها، تنبهنا بكتلة المخرجات إنها وصلت تحت. إذا كان المكان مناسب إن الواحد يخش الحمام بيخش الحمام، إذا كان غير مناسب بيدور بالضبط كده، بس يقدر يمسك يدور نفسه على حمام يمسك حمام. نفسه يعني هو بيقعد بقى يشوف فين الحمام الأقرب للحمام ليه. إنما تتنبه نمرة واحدة، لو ما تنبهتش هتخزن. لو ما تنبهتش بيحصل التخزين، لأن التنبيه ده هو إحساس بيتبعه حركة. الحركة يا إما نقفل العضلة يا إما نخش حمام نفتح العضلة. يعني إذا بنبدأ الأول بإحساس وتنتهي بحركية. زي ما بنقول لو أنت ما حسيتش بحرارة جاية على إيدك مش هتبعد إيدك عن النار، يعني الأول تحس وبعدين تبعد. فبالتالي التحفيزات ده هي مهمة جدا. طيب لو الطفل ما استجابش لكل الكلام ده، هنا وصل إن عندنا القولون المتمدد ما بيقلش، إحنا وصلنا لأن القولون بقى جزء فيه فاسد. يعني ايه جزء فيه؟ حدث تمدد اكتر من اللازم، والتمدد ده وصل لمرحله الايرفيرسبل، يعني ما يقدرش يرجع تاني. فقد وظيفته خلاص. فقد وظيفته بالظبط كده، بقى جزء انبوبه مترهله. فهنا الجزء اللي فوقيه شغال كويس والجزء ده بنعتبره متوقف، فاللي فوقيه بيطرد ويوصل له هنا واقف. هنا بنبدا يبقى في تدخلات، ان احنا نبدا نستأصل اجزاء من القولون والتوصيل مع منطقه المستقيم. الطفل في الاحوال بيتحسن امتى؟ طبعا احنا في احوال كتير احنا ذكرناها، في احتمالات كتير، بس تحسن الطفل مثلا في المرحله الاولى، ونعتبر المرحله الثانيه. المرحله الاولى تشمل الادويه والاساليب العلاجيه الاخرى زي ما قلت لحضرتك. هو 80% من الاطفال بتتحسن على العلاج الدوائي، ده رقم كويس جدا. في قد ايه؟ بنتكلم العلاج الدوائي بياخد فترات طويله، بياخد 6 شهور بس بيبان في اول شهر اذا كان في استجابه. يعني في ام تاخد الادويه وترجع بعد 3 اسابيع او بعد 4 اسابيع تقول لي الطفل لم يستجب تماما. هنا بننتقل لمرحله تانية. وفي ام لا، ده الولد اتحسن، التسريب وقف، الإخراج انتظم، ريحة المخرجات بقت كويسة، التغذية اتحسنت، الولد بنسميها يعني الأمهات بتقول لما بيعمل حمام بينور. يعني إيه؟ جلده بيبقى لونه كويس، النشاط بتاعه بيبقى هايل، الصداع بيروح، التركيز بيبقى متميز، الحالة العامة بتاعته بتبقى أكثر من ممتازة. فبالتالي العلاج بيبقى باين في 3 أسابيع أو 4 أسابيع الأولانية إذا كنا هنستمر عليه منطقة 6 أشهر ولا مش هنستمر عليه.
لو ما فيش نتيجة بنخش على العلاجات الطبيعية، وساعات بعض الـ استخدام البوتوكس في الحقن من تحت أو المرحلة الجراحية. النهاردة احنا سعداء جدا بقبولك دعوتنا ووجودك معنا، يعني شرف كبير لنا هذه الزيارة العظيمة. شكرا دكتور أيمن، وسعدت بلقائك، موضوع هام ومهم، وأنا سعيد أن احنا اتكلمنا فيه جدا. ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير طبعا مصريا وعالميا الأستاذ الدكتور علي أحمد شفيق، أستاذ ورئيس قسم جراحات القولون والمستقيمة، الأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة، أصرع عيني وصاحب دبلومة جراحات المناظير من جامعة ستراسبورغ، والرئيس الإقليمي للجمعية الدولية لأساتذة القولون والمستقيم، وعضو الجمعية الأمريكية للقولون والمستقيم، وزميل الجمعية الفرنسية لجراحات الجهاز الهضمي، طبعا الاسم العالمي الكبير في العائلة صاحبة الاسم يعني أقول الريادة في عالم الجراحة. طبعا بلا شك يعني وجودك معنا يجعلنا دائما نتذكر أستاذنا الرائد الكبير وأسطورة جراحات المستقيم والجهاز الهضمي والمستقيم دكتور أحمد شفيق رحمه الله. فطبعا شرف كبير لنا أن أنت موجود معنا النهاردة كمان. شكرا شكرا دكتور أيمن، سعدت بلقائي بك، ودائما كده بصحة وعافية دائما. أشكرك يا فندم، شكرا جزيلا، خليكوا دائما معنا سهل. اهلا بيكم، هحكي لكم قصه يعني مأساوية وما كنتش حابب احكيها قوي، لكن انا مضطر احكيها عشان نخاف، لانه في لحظات برضو في السمنه المريض او المريضه يصل الى مرحله بسبب مرحله حرجه جدا جدا، ومرحله اللي هو نتمنى ممكن يبقى فيها حلول، وممكن يبقى نقدر نقف قدام هذه المرحله بحل جراحي، لكن قبل كده كان الحل أفضل وأأمن. ولذلك تأجيل الجراحات الخاصة بالسمنة والإنسان ينتقل من مرحلة تبقى العملية آمنة، مضاعفات أقل كتير، مش خايفين قوي، خطة العلاجية واضحة بالنسبة لنا، إلى مرحلة تانية كل شيء بيبقى بالملي، والتوتر هيبقى أعلى، والتخدير هيبقى أصعب، وساعات التخدير نصل إلى مرحلة التخدير فعلا يبقى صعب جدا. لا مش عايزين نوصل لده. هحكي لكم قصة لمدام كلير. كلير دي أم وصلت إلى مرحلة متأخرة من السمنة، قاعدة في البيت، مش بقى في البيت، دي قاعدة في السرير، دي سجينة السرير مش سجينة البيت، كل حياتها حواليها في السرير. فعندها كم سنة؟ صغيرة، خمسينات، وصلت إلى مرحلة وزن كبيرة جدا، مش كبيرة قوي قوي، لكن هي كبيرة لدرجة، لا هي كبيرة قوي لدرجة الإعاقة الكاملة. ضيف العزيز الذي يبدأ دائما في حواره ويمتعني بهذا الحوار الممتع جدا جدا، أستاذ دكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس، والمدير لوحدة جراحات السمنة بمستشفى وادي النيل، وزميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، عضو كلية الجراحين الملكية، والحاصل على تصنيف الجودة الدولي في جراحات السمنة SRC. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا. هو ده سؤالي الأول، هل السوبر سوبر سوبر أوبيز دول يمكن التعامل معهم جراحيا؟ نعرف نعم إجابة، لكن إيه هي القصة وليه دايما نخاف إن إحنا نوصل لهذه الدرجة من السمنة المفرطة جدا؟ في البداية تحياتي لحضرتك وكل السادة المشاهدين وكل فريق العمل. الحقيقة طبعا الأوزان اللي هي السوبر سوبر سوبر أوبيز ده لابس طب يعني بحت حلو يصف يعني الأوزان اللي هي قد تكون يعني كسر ال 200 كيلو 250 300 كيلو 350 400 كيلو، كلما زاد يعني الوزن كلما كان يعني عنده مشاكل صحية مرتبطة بالسمنة المفرطة. يعني دي احنا لو قلنا مرضية 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 مرضية، يعني ده طبعا تصف وضع خطير صحيا، يتعلق بقى بالتنفس، يتعلق بال
القلب، يتعلق بوظائف الكبد من تدهن شديد الخطورة. يعني الناس اللي هي كسر الوزن 200 كيلو هم دول الوصف بتاعهم كده يعني. طبعا محتاجين طبعا الإجراء، يعني أنا عايز أقول، أنا مش عايز أقول طارئ، لكن يعني ما عندناش الحالة طارئة، يعني سيبنا ما فيهاش حاجة طارئة، لكن عايز أقول إنما كلما كان الإقدام على العمليات بدري كلما كان أفضل. لا تتقدم في السن، يعني أنت لو وزنك فوق ال 200 كيلو 300 كيلو وسنك 30 سنة أفضل 100 مرة لو أنت 300 كيلو وسنك 60 سنة. يعني ده وضع فيسيولوجي مختلف خالص، وضع قدرة على الحرق مختلفة خالص، قدرة على الحركة مختلفة خالص، مفاصل مختلفة خالص. يعني طبعا حالة صحية مرتبطة، يعني انت لو تعرضت لسكر 10 سنين غير ما تعرض لسكر 20 30 سنة، ما ده يعني حاجة الكبد انزيماته مرتفعة في سن صغير بغير لما ترتفع لمدة 20 30 سنة، ما اكيد في شوية تليف يعني قصدي. فكلما كان الإقدام على عملية السمنة في سن مبكر كلما كان أفضل، ما تستناش لوزنك العالي. عايز اقول للناس طبعا الناس اللي هم اختيار بقى العمليه في 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 سواء تكميم معده او تحويل، انا شايف انه محتاج عقل اكتر من اختيار طبي بحت. انا مش لازم اعمل تحويل مسار في واحد سنه 60 سنه وزنه 300 كيلو عنده مشاكل في القلب، مشاكل في الكلى، مشاكل في الكبد، وربما يكون على فكره مشهور جدا ان احنا عندنا البطن، لازم فحص البطن، يعني لازم تفحص بطنك مظبوط في اثناء الاجراء، لان معظم الناس بقى عندهم ميه في جدار البطن، الليفانتيزيس في البطن، صعوبه في يعني الاوعيه الليمفاويه ما بتتصرفش كويس، فتلاقي البطن اصلا سمكها كبير جدا، فانت محتاج عمليه في وقت قصير، تلاقي العين اصلا متهالك صحيا وعايز اعمل تحويل مسار. يعني عايز اعمل تحويل مسار مش لازم خالص، يعني انت العين ده ممكن يعمل عمليه تكميم كمرحله اولى، وبعد سنتين ثلاثة لما ينزل له من 150 كيلو ولا 200 كيلو، لما يوصل لك بقى 150 كيلو، بقى 180 كيلو، اعمل له تحويل مسار في وضع صحي احسن، في وضع جراحي افضل، البطن سمك جدار البطن تقدر تعمل فيه عمليه تحويل مسار بصوره احترافيه اكتر وامان اكتر. فاجراء انا شايف ان الوزن الكبير الضخم اللي نفسه يعني تعبان، اللي عنده مشاكل صحيه كتيره، اللي ربما يكون عنده سيلولايتس في رجليه واحمرار والتهاب خلوي في رجليه طول الوقت وعرضه لمشاكل صحيه كتيره، اعمل عمليه في وقت قصير، عمليه تكميم في ثلث ساعه، روح بيتك سنتين ثلاثه نزل يعني 200 كيلو، وبعد كده لو عايز بقى يعني الوزن اللي هو الاحترافي اللي عايز توصل ل 60 كيلو 70 كيلو من 300 كيلو بعمل بقى تحويل مسار. اذكر استاذ محمد الزغبي من بورسعيد كان وزنه 330 كيلو، عملنا له عملية 330 كيلو، بس شاب 31 سنة. هو محمد كان شاب ساعتها من 6-7 سنين بقى، يعني مش عارف هو دلوقتي أكيد في نهاية الثلاثينات. عملنا له بعدها بأربع سنين كان خس 200 كيلو، 200 كيلو لحد ما وصل 130 كيلو، وابتدى يزيد شوية. هو كان مستهلك يعني عنيف للسكريات، كان بيحب العسل الأسود، هو كان بيلاقي فيه متعته، يعني هو ابتدى يزيد ل 170 كيلو تاني، وعملنا له عمليه تحويل مسار ما بعد اربع خمس سنين ما بعد التكميم. في البدايه طبعا احنا عايزين وقت قصير، كان نفسه تعبان، وكان طبعا طول الوقت ما يعني البنج بتاعه فعلا مش محتاجين نطول فيه. عمل عمليه تكميم نزل 200 كيلو، بعد كده كمل بعمليه تحويل مسار. ده تفكير عقلاني مظبوط موافق للحاله العامه، يعني قصدي اختيار نوع العمليه محتاج عقل شويه عشان تعدي بالعيان لدرجه الامان، ما يعني ما توجدش على المريض، يعني هو وزنه يعني صحيا صعب وتخدريا صعب، فانت لا تجهز عليه. عمليه في وقت قصير، اقعد فتره قصيره في المستشفى، ليله في المستشفى، روح بيتك بامان. ما انتش لازم تاخد، يعني اذا كانت الحاله صعبه قوي ما انتش لازم تاخد النتيجه اللي هي 100% النهارده. ستيب باي ستيب، ستيب باي ستيب، يعني بالتدريج بحيث ان انت تبقى في امان طول الوقت. كبار السن بقى، نقف تحت كبار السن شويه. كبار السن طبعا برضو انا يعني هم مش بمنقى عن المشاكل الصحيه، بل بالعكس بيكون عندهم مشاكل صحيه كثيره وشنط ادويه كثيره، وعنده ادويه للكوليسترول وادويه لتدهور الكبد وادويه للظهر وادويه للمفاصل وادويه للسكر وادويه للضغط وادويه، يعني عنده شنط ادويه كثيره جدا. هو في احتياج لاجراء العمليه،
بنختار العمليات اللي هي الامن والاسهل زي تكميم المعده بتكون درجه اولى بالنسبه لنا في الكبار السن. لو لقينا بقى طبعا في حالات يعني بنختار فيهم تحول المسار اللي هو السكر المتقدم عندهم بزياده، الناس اللي ما عندهمش حركه خالص لو عمل عمليه تكميم ما بيخسش كويس لانه هو ما عندوش حرق، تقليل كميه الاكل في الناس الكبيره مع عدم وجود الحركه ما بيخسش بزياده. لو كانت الحاله العامه واحد سنه 65 سنه والحاله العامه متهالكه صحيا، انا اعني ذلك لان احيانا بيبقى في مشاكل في القلب، مشاكل في التنفس، مشاكل في الكلى، ادويه سيوله، يعني عنده مشاكل كتيره، اعمل تكميم كفايه جدا، عمليه قصيره مش لازم برضو تصل ل 60 كيلو 70 كيلو، انت محتاج ربما يكون احتياجه 40 50 كيلو كفايه، هم دول اللي هيحركوه ويقدر يخدم نفسه او تخدم نفسها. بتأدي الاحتياجات اليوميه، مش محتاج ان احنا برضو نجهز عليه بعمليات اصعب. فبعض الاختيارات بتكون برضو بالعقل الطبي مش بالجايد لاينز يعني الاستريكت قوي، ان انا يعني طالما مريض سكر زائد سمنه فاعمل تحويل مسار، لا بالعكس، احنا اختيار نوع العمليه لازم نشوف العيان كاجتماعيا بيقدر يتحرك ما بيقدرش يتحرك، يعني عنده قدره ان هو يستحمل العمليه دي ولا ما يستحملهاش في وقت البنج بالنسبه لوظائف القلب الكلى الكبد، يعني محتاجه عقل جراحي يعني يفيد العيان اكتر ما يدور. دايما جراح دايما مرضى السمنه المفرطه خصوصا المفرطه جدا عندهم تخوف كبير من حاله التخدير، وعندهم في طبعا انت عارف في كليشيهات كده ثابته، انا لو اتخدرت مش هفوق من التخدير، ده انا لو اتخدرت هيحصل لي، وفي بيتقال لهم كده احيانا في سابق عمليات، لا مش هينفع نخدرك، انت لو تخدرت هتبقى في خطوره كبيره على حياتك. الحقيقه طبعا التخدير في جراحات السمنه هو مختلف تماما عن التخدير في الاوزان الصغيره. هو دكتور التخدير اللي بنايم عيان 200 ولا 300 كيلو هو مش متفاجئ بيه، هو يعني ده شغله اليومي، مش امرجنسي داخله، لا هو ده حاله عامه. ده تبقى انا اعني ذلك، يعني حاله مريض السمنه المفرطه لما بيروح في مكان مش بتاع سمنه مفرطه بيبقى فعلا عندهم حق يخافوا. يعني مثلا سيدة بتعمل قيصرية وزنها 200 كيلو، ما أكيد دكتور التخدير في رعب، لأنه دكتور التخدير غير متخصص في إن هو ينيم مرضى السمنة المفرطة. يعني سي مثلا إن الدكتور اللي بنيم للقيصرية اللي هي في الوزن الكبير بيشوف كم حالة في شهر وزنها فوق 200 كيلو، أو يمكن ما بيشوفش، يمكن كل 6 شهور أما يلاقي حالة زي دي ويبقى عنده رعب منها. لكن احنا يعني مراكز السمنه المتخصصه هو كل حالاته كده، كل النهارده وبكره وبعده وبعده هو شغال، كل حالاته بتشكي من سليب ابنيا، كل حالاته بتشكي من صعوبه التنفس، ما عندوش حاله سهله اثناء النوم. مفيش، انا عايز اقول لحضرتك 99% من الناس عندهم مشاكل في التنفس اثناء النوم، جزء كبير جدا عندهم مشاكل في القلب، عندهم مشاكل في وظائف الانزيمات، يعني تلاقي عنده مشاكل صحيه متعلقه بالسمنه المفرطه معروفه، ما عندوش واحد مثلا ضغطه كويس، تلاقي ضغط العيان اثناء العمليه او قبل العمليه او بعد العمليه بيزيد ما طول الوقت، السكر عنده، النفس اثناء النوم، فهو الرقبه القصيره الحلق المليان دهون، فهو مش متفاجئ. فالتخدير في جراحات السمنه هو مختلف، نوع العقاقير المستخدمه في جراحات السمنه مختلفه خالص عن الاوزان العاديه. يعني بعمل مراره في واحد وزنه 70 كيلو غير بعمل مراره في واحد وزنه 200 كيلو او 150 كيلو، ادويه مختلفه تماما. يعني دكاتره التخدير عارفين الكلام ده، ان في ادويه يمكنها الاعاده للوعي الطبيعي في وقت قصير، بتبقى مكلفه شويه بس دي جزء من شغل جراحات السمنه، لانه احنا يعني هو لازم دكتور التخدير يكون عنده الفاسيلتيز، عنده كل الامكانيات اللي هو ما يتزنقش بيها، عنده كل الاجهزه اللي تساعده في تركيب الانبوبه، عنده كل الادويه والعقاقير اللي تفوق العين في وقت قصير، الامنه اثناء التخدير. يعني جراحات السمنه ما فيهاش نوع من التوفير الطبي خالص، ده محتاج احتراف، اعلى المستهلكات بتصل النجاح 100% باذن الله. عندنا بس بعد ما اشوف الحاله سؤال مهم جدا فيما يتعلق بالمتابعة، هل يختلف العيان اللي عنده 250 أو 300 كيلو في متابعته بعد العملية عن عيان مثلا 160 كيلو؟ أكيد في اختلاف طبعا، المتابعة بتاعة دي تختلف، بس ناخد نشوف الحالة الأول ونستكمل حوارنا الممتع جدا مع ضيفي العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا اسمي أحمد جمال عبد النعيم، سني 49 سنة، وزني 270 كيلو، بدأت أتعب من السمنة تقريبا سنتين، لما جسمي زاد حسيت ان انا اتحبست مش قادر اخد راحتي، ما بعرفش انام، بنام وانا قاعد،
نومي كله وانا قاعد على الكرسي، ما ممكن لو نمت شويه على السرير اقوم اتنفض من الضغط والسمنه تعباني. برضو مبقتش يعني حتى في الاكل اكل شويه اتعب، مبقتش صحتي زي الاول، السمنه تعباني. ده اللي خلاني قررت ان انا اعمل العمليه، لان شفت هنا بصراحه يعني الوضع هنا في امان وكويسين كده يعني، يعني الانسان مطمن بصراحه. شيء كويس بعد نص ساعة. الحمد لله الحمد لله رضا عند ربنا. بعد العملية طبعا يعني شيء مرعب. احنا هذا الفيديو المختصر جدا لا يحكي حالة الاستعداد الموجودة من فريق عمل كامل، تخدير وجراحات ومعدات اكويبمنت وتمريض، كل الفريق بيكون على أهبة الاستعداد. نحن بصدد التعامل مع سوبر أوبيس، صح كده؟ طبعا ده محتاج جاهزية عالية تخديريا، محتاج جاهزية عالية جراحيا، كل فريق العمل لازم يكون على أهبة الاستعداد، تحضير قوي جدا للعمليات، طاقم يعني على أعلى مستوى بحيث أن أنت ما تضيعش دقيقة، أنت محتاج ثلث ساعة نص ساعة ساعة لربع يعني لو أنت تعمل مثلا تحويل مسار فيها صعوبة شوية وتخرج من العملية، انت مش محتاج تقعد بقى بالساعات وتقعد تجرب يعني، فانت محتاج وقت قصير بحيث ان انت تفوق بسرعة زي ما حضرتك شايف، خلال وقت قصير جدا بيتواصل مع المجتمع، خلال ساعة ساعتين بتلاقيه بيتحرك بيشرب 3 4 ساعات، 12 ساعة بيخرج من المستشفى، لان هي فعلا فتحات صغيرة في البطن، في وقت قصير تخرج من المستشفى بأمان. التعليمات بقى النوعية دي من العيانين بعد العملية 300 كيلو 250 زي ما احنا قلنا يختلف عن 160. طبعا طبعا كلما زاد الوزن كلما كان الفاقد من الوزن خلال الشهر اكبر من الطبيعي، يعني احنا ما نقارنش واحد وزنه 120 كيلو بواحد 270 كيلو، لو هو نزل 17 كيلو في الشهر الاول انت هتنزل 10 كيلو في الشهر الاول، لو هو نزل في الشهر الثاني 15 كيلو انت بتنزل 7 8 كيلو، يعني كلما كان مخزون الوزن عشان ما نقارنش بعض ببعض يعني، كلما كان مخزون الوزن كبير كلما كان انقاص الوزن بسرعه اعلى، عشان كده لازم نتابعه بصوره كامله اللي يكون بيخس من عضلاته وما بيخسش من الدهون، وخصوصا الناس اللي هي في ساعات بتكون عندها مشاكل في العمليه بتقعد ترجع طول الوقت فجسمه بيتاكل وتلاقي عضلاته متهدله وتعبان وكسلان وتلاقي ظهره بيوجعه ومفاصله، فده لازم طبعا في الاوزان الكبيره متابعه على الاقل مرتين في الشهر الاول بعد اسبوعين وبعد شهر وبعد كده كل شهر لمده 6 شهور وبعد كده انولي او يعني كل سنه ما بعد ذلك لفتره 5 سنين، واذا كان في احتياج ما بعد ذلك لزياره الطبيب يبقى افضل، لكن طبعا دول محتاجين ان هم متابعه مع التغذيه العلاجيه لمده 6 شهور على الاقل كل شهر باستمرار. مريض السمنه اللي دلوقتي بيعاني وعنده مشاكل، انا في رايي انه تركه لنفسه يزيد أشبه بالضبط بكرة التلج المنزلقة من فوق جبل، بتبدأ بحجم مش كبير وكل ما تنزلق لأسفل كل ما تكبر لغاية لما توصل إلى مرحلة مخيفة. مريض السمنة كده كل شوية هيزيد. النهاردة كانت المشكلة على مستوى السمنة بس، بعد كده احنا بنلاقي مشكلات بعضها قد يكون مالتي أورجان أفكشن، تلاقي الكبد تأثر بشكل كبير، تلاقي القلب تأثر بشكل كبير، الحاجات دي بتتحسن لكن مفيش حاجة بترجع كما كانت في الأول 100%، لكن بتتحسن بنسب كبيرة. الأفضل دائما اتخاذ القرار بشكل مبكر. ضيفي العزيز القيمة العلمية المتميزة والاسم اللامع الأستاذ الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والمناظير بكلية طب جامعة عين شمس والمدير لوحدة جراحات السمنة بمستشفى وادي النيل والأمين وزميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا وعضو كلية الجراحين الأمريكية والحاصل على تصنيف الجودة الدولي في جراحات السمنة SRC، نورت الناس الحلوة. خليكم مع الناس الحلوة. We'll be right back.
الدكتور أحمد إسماعيل عبد الكريم، أخصائي النساء والتوليد، حاصل على الزمالة البريطانية للنساء والتوليد. أهلا بكم. هقول لكم فزورة. فاكرين فوزير زمان بقى الجميلة دي؟ إيه الحالة المرضية يا جماعة اللي موجودة بانتشار كبير جدا في عالم النساء، واللي بتروح بسبب الحالة المرضية دي لكتير من التخصصات لأنها عندها كتير من الأعراض؟ يعني نلاقيها فايتة طبعا على أمراض النساء المتخصصين فيها، نتيجة إنها ممكن يحصل لها تأخر إنجاب أو عدم انتظام في الدورة، وممكن نلاقيها رايحة لدكاترة الجلدية عشان عندها شعر في جسمها زيادة ومضايقها، وممكن نلاقيها فايتة على بتوع التخسيس عشان تعمل إنقاص للوزن، وبتجيلنا عشان قالوا لها خلي بالك ده أنت عرضة للسكر أو في مشاكل كده في الإنسولين عندك. أكيد أنتوا عرفتوا أن أنا بتكلم على تكيس المبايض. تكيس المبايض واحدة من أشهر الحالات المرضية، صحيح أنها شديدة الانتشار، لكن القصة المثيرة عندنا أنها واحدة من الأشكال المرضية اللي متعلقة بتأخر الإنجاب. طب إيه التعامل، كيفية التعامل مع تكيس المبايض، وخصوصا أن أنا لما أجي أقول عندها تأخر إنجاب وهبدأ أعمل لها تنشيط للمبيض؟ طب تنشيط المبيض إيه ده؟ ده المبيض عندها ناشط جدا. طب إيه؟ طب أنا خايف، طب أنا خايف من حاجة اسمها فرط التنشيط، إيه إزاي أتعامل معاها؟ هل ليها أسلوب خاص؟ طب البويضات بتاعتها ليه بتطلع مش حلوة قوي رغم انهم كتير؟ طب ان عندهم تكاثم مبيض فعلا لازم حقن مجهري ولا ممكن علاج ومش لازم حقن مجهري؟ قصة مثيرة للغاية في واحدة من اشهر المواضيع، لانه 25% من سيدات العالم عندهم تكاثم مبيض، نص اللي عندهم تأخر انجاب بالله عندهم تكاثم مبيض. فخلينا ننتبه الى هذه القضية المثيرة للغاية في عالم النساء والتوليد. النهاردة اسم قدير، اسم بارز في هذا المجال، واحد من الاسماء اللي بتعمل شغل رائع جدا على المستوى الاكلينيكي وحالات ما شاء الله رائعة جدا وفهم دقيق جدا للاحدث في التعامل مع حالات مرضية متخصصة في عالم تأخر الانجاب. ضيفي العزيز هو دكتور احمد اسماعيل، اخصائي نساء والتوليد وتأخر الانجاب، صاحب الزمالة البريطانية للنساء والتوليد، الاسم القدير. اهلا بك يا دكتور احمد. اهلا بحضرتك دكتور ايمن، واهلا بالمقدمه الرائعه اللي حضرتك طرحتها. انا سعيد جدا بوجودك النهارده معانا النهارده، وخصوصا اختيارك بقى الموضوع كمان. انا مبسوط جدا بيك، وطبعا موضوع تكاثر المبايض موضوع كبير وفزوره زي ما حضرتك ذكرت، وبتشغل امهات كتير لبناتها اللي هم لسه جايه لهم الدوره ومش بتنتظم، وبيشغل سيدات كتير بتبقى متجوزه ومش عارفه تحمل وعندهم مشاكل. احنا النهاردة هنوضح القصة كاملة، وهنفهم التكيسات جاية منين وراحة فين وعلاجها ايه ونحلها ازاي، وهنحذر بعض البنات والسيدات ان هما ما يتأخروش لو ظهرت عندهم الاعراض دي من العلاج ومن العرض على طبيب النساء والتوليد المختص اللي يقدر يشخص حالتهم بكل دقة. ايه المقصود بتكيس المبايض، وايه الفرق بين تكيس المبايض وكيس على المبايض؟ تكيس المبايض ببساطة هو ضعف في عمل المبيض. المبيض بتاع السيدة والبنت هو مسؤول عن شوية حاجات. أول حاجة منهم إن هو بينظم الدورة وانتظامها، وبينزل دورة شهرية بانتظام في الميعاد المحدد بتاعها. لما يبقى المبيض ده في كسل، ده معناه إن الدورة مش هتنزل في الوقت المحدد ليها، هتنزل بعد شهر ونص، شهرين، ثلاثة. يا دكتور أيمن، في حالات بالدورة بتجيلها مرتين في السنة، في حالات بتجيلها ثلاث مرات في السنة، ومع ذلك هم ساكتين ومش بيعملوا حاجة ومش بيروحوا لدكتور النساء. ده بل ده في حالات بتروح لدجالين. يعني أنا قابلت حالات يعني حاجة يعني مفزعة، أقول لك البنت 2025 ورايحين لدجالين، وبتلاقيهم إيه، أب وأم مثقفين، مش مثقفين يعني أقصد يعني متعلمين كويس، قاريين وفاهمين، ولا مع ذلك برضو بيتجهوا لحاجات تانية خالص. أول مشكلة بتحصل من تكيسات المبايض هي تأخر الدورة. تاني مشكلة بتحصل وهي بتبقى عدم انتظام التبويض، وده مهم جدا للسيدات الحوامل اللي هم عايزين يحملوا، السيدات المتزوجات. هما بيتجوزوا بيقعدوا شهر واثنين وثلاثة وسنة، وبالآخر مش بيلاقوا في فرصة حمل، بيروحوا لدكتور النساء، بنعمل فحوصاتنا المبدئية عشان نأكد المشكلة جاية من عند الزوجة ولا من عند الزوج. حضرتك عارف إن الزوجة مسؤولة عن 50% من المشكلة،
كذلك الزوج مسؤول برضو عن 50% من المشكلة. ال 50% بتاع الزوج هي تحليل واحد وقفلنا موضوعه، يا أبيض يا أسود. طيب بالنسبة للزوجة 50% تقريبا 35% قايمة على موضوع المبيض. فموضوع تكيسات المبيض هو موضوع شائع جدا. أنا نص العيادة عندي تكيسات، نص العيادة عندي بتشتكي من أعراض تكيسات، هم عايزين يتعالجوا من التكيسات أو هم شايفين إن عندهم تأخر وشعر زائد في جسمهم وعندهم عدم انتظام في الدورة. ولما بنتابع لهم التبويض بالنسبة للسيدات المتزوجات بنلاقي التبويض ضعيف وما بيحصلش حمل بسرعة وبسهولة. طب في ناس بيختلط عندهم تعبير تكيس المبايض مع كيس على المبيض، بيتلخبطوا بين المعنيين. طبعا ده فرق شاسع. تكيس المبايض هي كلمة معناها تأخر في عمل المبيض وضعف في المبيض وعدم قيامه بدوره الأكمل والأمثل. بينما الكيس على المبيض هو كيس واحد، كيس ده له علاج، كيس دموي، كيس مية، كيس جنيني، كيس بطانة رحم مهاجرة، هو كيس له طرق علاج وبينتهي الموضوع بتاع الكيس. لكن التكيسات حاجة تانية خالص. خلي بالك بقى معايا ست الكل، التكيسات دي حالة ستيت بيخش فيها المبيض، بيبقى كسلان مش قادر يقوم بشغله لفترة وبعدين ينتظم تاني وهكذا وهكذا. طبعا في إجراءات بنتبعها عشان نحافظ على انتظام المبيض وخروجه من حالة التكيس اللي موجودة دي. فالتكيسات هي ستيت بيخش فيها المبيض وبيخرج منها، بيخش فيها ويخرج منها، على حسب بقى كذا حاجة، أكلك، وزنك، رياضتك، تعاملك إزاي مع الأدوية. لكن الكيس هو كيس له علاج بيظهر مرة واحدة وله علاج، كيس وظيفي، كيس دموي وهكذا. إيه الأسباب، إيه العوامل اللي تخلي واحدة عندها تكيس مبيض؟ تكيس المبيض عشان يحصل لوحدة هي لازم يكون عندها استعداد جيني، يعني هي أصلا مبرمجة جينيا إن هي هيجي لها تكيس المبيض في عمر معين وفي سن معين. اللي بيخلي التكيس يحصل بقى حاجة، عامل مساعد حضرتك عارف بينشط للجين ده، زي مثلا مقاومة الإنسولين، زي مثلا الإهمال في النظام الصحي الكويس. حضرتك عارف الناس بتنام يعني بالنهار وتسهر بالليل وتتعرض للسمنة وتتعرض للأكل أكل الشارع والأكل اللي هو مليان دهون ومليان سكريات، كل ده بيبوظ للنظام الغذائي والتمثيل بتاع الجسم كله. لأن التكيسات في الأول في الآخر هو مرض هرموني، يعني هو خلل هرموني في الأول في الآخر. الناس دي لما بيحصل معاها كده بتخش في حالة التكيسات. فإحنا لو حافظنا على النظام الغذائي والرياضة هنخش هنطلع هنخرج هنخرج بره الحالة دي تماما. تمام. الأعراض إيه الست؟ أنت قلت جزء من الأعراض. التكيسات أعراض من اللي بتظهر على البنات والسيدات، تختلف من بنت لبنت ومن سيدة لسيدة. في بنات بيتأخر عليهم الدورة عن ميعادها الشهري، تقعد شهرين وثلاثة لحد ما تيجي. في بنات بيظهر لها شعر زائد في أماكن غير مرغوبة، لأن احنا طبعا عارفين التكيسات بيبقى معاها هرمون ذكور عالي شوية عن النسبة الطبيعية. الشعر الزائد ده بيظهر في مناطق غير مرغوبة زي الدقن، بيظهر لها حبوب في أماكن زي الصدر زي الظهر، بيظهر مشاكل في التبويض، ما بيكونش عندنا بويضات كويسة جاهزة للإخصاب فبيحصل تأخر في الإنجاب. كمان ممكن يحصل تغيير في الصوت بالنسبة للسيدات والبنات. كمان النوم والكسل بسبب مقاومة الإنسولين، كل دي أعراض بتظهر في السيدات دول. بس في ملاحظة بس عايز أقولها للستات، مش كل الأعراض دي هتظهر على حالة واحدة، يعني الحالة مش لازم يظهر معها شعر وصوت وحبوب زيادة وتأخر إنجاب وتأخر في الدورة، لا هو ممكن حاجتين ممكن ثلاثة. لأن في سيدات بتجيلنا وفي بنات بتجيلنا دورة متأخرة وعندها شعر زائد وهي بتقول أنا ما فيش حبوب ما فيش سمنة، ما يعني التكيسات بتيجي البنات رفيع؟ بتيجي البنات رفيع، ده سؤال يعني مهم وناس كتير بتسألني فيه. في تكيسات بتيجي البنات رفيع، مش لازم تكوني عندك سمنة، مش لازم يحصل، مش لازم السيناريو الأسوأ هو اللي يحصل معاكي. احنا ممكن يحصل تكيسات بحاجتين من الحاجات اللي احنا قلناها كلها. ازاي بنشخصها؟ يعني طبعا ممكن بنت تجيلك عندها زي ما انت قلت نحافه وعندها تكيس، طب ازاي اشخص؟ احنا عشان نشخص تكيس المبيض لازم يكون تشخيص دقيق معتمد على تحاليل معتمد على سونار. ما ينفعش نشخص تكيسات مبيض مع واحده الدوره بتاخر عليها فقط لا غير. واحده بتجيلها الدوره مختلفه ده مش معناه ان في تكيس مبيض، ممكن له اسباب تانية كتير. احنا عشان نشخص تكيس المبيض قدامنا ثلاث حاجات، هناخد اتنين منهم هيبقى في تكيس مبيض. نركز بقى معانا في الثلاث حاجات دول. اول حاجه بالسونار هلاقي شكل ومنظر للتكيسات، ده لوحده ما شخص التكيسات، لازم يقترن بحاجه من الاثنين الباقيين، يا اما التبويض ضعيف يا اما دلالات لوجود هرمون ذكوره عالي في الجسم.
هرمون الذكورة عالي بالتحاليل أو بالأعراض اللي ظهرة عن طريق الشعر والحبوب الزيادة. يبقى دول التلات علامات بتوع التكيسات. اتنين منهم مش هخصوا لي تكيسات، إنما مش أي واحدة مشعرة يبقى عندها تكيسات. نخلي بالنا برضو من النقطة دي، يعني مش أي واحدة مشعرة عندها تكيسات، مش أي واحدة الدورة بتأخر عليها نقول إن عندها تكيسات. لازم دكتور مختص نساء وتوليد هو اللي يشخص حالة التكيسات بالكريتيريا اللي احنا قلناها دول. طب علاقة تكيس المبايض بتأخر الحمل؟ هي علاقة طبعا وطيدة، لأن الطبيعي إن المبيض يقوم بشغله الطبيعي، إن هو في بويضات أولية بتبقى تخرج كل شهر قابلة للتنشيط، وبينتج منها بويضة واحدة اللي هي بيحصل منها حمل. في حالة التكيسات المبيض مش قايم بدوره كويس، قررنا احنا النقطة دي كذا مرة، يعني البويضات اللي خارجة الأولية هي بتفضل حجمها صغير وموجود جوه المبيض ومش بتوصل للحجم الكبير اللي بيحصل منه حمل وإخصاب. فبالتالي الناس اللي عندهم تكيسات ودخلوا في ستيت التكيسات وحالة التكيسات، الشهر ده مش بيحصل فيه تبويض كويس، بويضات كلها صغيرة ومتراكمة في أطراف المبيض ومكبرة لحجم المبيض وما بيحصلش خصوبة بسرعة. إذن هناك علاقة وثيقة بين تكيس المبايض وبين تأخر الإنجاب. تمام. طب إزاي نعالج تكيس المبايض؟ إيه هي طرق العلاج؟ الخطة العلاجية بترسموها إزاي؟ الخطة العلاجية لتكيسات المبايض بتعتمد على درجة التكيسات في الحالة. يعني مثلاً أنا عندي سيدة تكيسات المبايض عندها بتبقى نسبة بسيطة، فدي محتاجة حاجتين بس بالظبط. أول حاجة إن هي تنظم أكلها. تاني حاجة إن هي تلعب رياضة أو جيم أو تتمشى كل يوم من تلت النص ساعة. تغيير لايف ستايل كافي جدا ان هو يصلح لي التكيسات. في سيدة تانية عندها تكيسات شديدة شوية، دي بتحتاج وهي ترغب في الحمل، يعني هي متزوجة مش آنسة، دي بتحتاج تاخد منشطات بناء على مخزون المبيض. بنديها تنشيط لمدة تصل إلى 6 شهور وإن شاء الله بيحصل حمل وبيتحسن التبويض وبيتحسن البويضات الأولية القابلة للتخصيب كويس جدا. وفي سيدات مخزون المبيض بتاعهم ضعيف فما بندخلهمش في قصه التنشيط. دول للاسف يعني بيحتاجوا في الغالب الى الحقن المجهري. فاحنا عايزين نقول ان تكيسات المبايض علاجها سهل جدا وبسيط لو احنا اتبعنا التعليمات واللايف ستايل موديفيكيشن اللي احنا بنتكلم عليه بدري. ده بيحسن الحاله بانتظام وبتبقى نسب النجاح الحالات دي كويس جدا جدا جدا، وما بنضطرش ان التكيسات تفضل شهر في شهر في شهر في سنه وفي الاخر خالص نلجا للحقن المجهري او نلجا ان احنا نعمل منظار او الى اخره. ايه اللي يخليني احتاج ان اعمل منظار بطن مثلا؟ الحالات التكيسات المتوسطه اللي هي ما بتستجبش للتنشيط، احنا بندي تنشيط عشان نحسن من جوده البويضه ونحسن من حجمها وكبرها والى اخره. بندي تنشيط ما بنستجبش، فالشهر اللي بعده بنضطر نعلي جرعات التنشيط، بنضطر ندي ادويه مشتركه، يعني تنشيط اقراص تنشيط حقن مع بعض، والحالات دي مش بتستجيب. فاحنا الحل معانا ايه؟ ان احنا نشيل جزء من التكيسات بالمنظار. انا عندي تكيس مبايض موجود، فحضرتك قررت ان انت تعمل حقن مجهري. امتى اقول لواحده عندها تكيس مبايض انت محتاج حقن؟ لما يكون وصلنا ان المخزون بتاعنا بقى قليل وان احنا وصلنا ان احنا بنحمل ويحصل اجهاض يحمل ويحصل اجهاض، فانا عندي جوده مش حلوه، فهضطر ان انا اتدخل بالحقن المجهري اعمل تنشيط كويس حسب البروتوكولات الخاصه بتكيسات المبايض، بحيث ان انا اقدر اطلع اكثر من بويضه في ايام السحب واحللهم في الحقن المجهري واطلع اجود بويضات واعمل اجنه ذات جوده عاليه واقدر ازرعها بعد كده. فده بيكون حل سحري وحل ممتاز جدا للناس اللي عندهم تكيسات مبايض، وبنقدر نخرج لهم اكتر من جنين ونجمد الباقي وتبقى حياه حلوه جدا. يعني ايه الاجراءات اللي بتعملها قبل ما تعمل الحقن المجهري في واحده برضو انت خايف من فرط التنشيط معاها؟ تمام. الحالات دي اول حاجه ان احنا بنعملها تحليل هرمونات محترمه كده ونظبط اي خلل هرموني تاني زي مثلا هرمون اللبن زي مثلا هرمون الغده الدرقيه، الحاجات دي كلها بتتظبط وبتمشي على ادويه قبل الحقن.
الأدوية دي بتبقى عبارة عن حمض الفوليك، وحضرتك عارف أهميته كبيرة جدا 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 في انتخاب البويضات الأولية اللي جاهزة للتنشيط. كمان بيمشوا على أدوية طبعا حضرتك عارف الميتفورمين. الميتفورمين طبعا بيحسن جدا 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 مقاومة الأنسولين. الميتفورمين هو جلوكوفاج بدون أسماء، جلوكوفاج سيدوفاج الحاجات دي كلها. الميتفورمين ده سحري جدا، بيحسن لي من مقاومة الأنسولين، بيقللها. ده قبل ما خلاص قبل ما نقرر. طيب احنا بندخل نعمل حل مجاري، بتلاقي البويضات بتنتخب نوعيه معينه بالبويضات عشان مناسبه اثناء الخطوات بتاع الحقن المجهري. انا ببص على المبيض يوم بعد يوم بحيث ان انا اوصل لاكبر عدد ناضج من البويضات اقدر اسحب منه. فانا مش بسحب بويضات قليله او بيضات صغيره او بيضات مش هتدي لي جوده عاليه. انا بحاول اوصل لاكبر عدد من البيضات اللي هقدر اسحبه في الحقن المجهري عشان ايه، يبقى معايا وفره في البيضات، معايا وفره في الاجنه، اقدر بعد كده في التحليل بتاع جوده الاجنه ان انا اختار احسن حاجه وادي للسيده اللي بتتابع معايا افضل جوده من الاجنه وافضل جوده من التجربه كامله. طب قبل الحقن المجهري يعني في فحوصات خاصة ولا هي بتبقى نفس الفحوصات اللي انت قلتها؟ نفس الفحوصات اللي احنا قلناها، بس بنعمل حاجة اسمها مقاومة الانسولين برضو زيادة. بنعمل تحاليل اللي هي المعتادة في الحقن المجهري، ولكن هي لها بروتوكول خاص بيها. يعني حالات التكيسات المبايض اللي هنعمل لها حقن مجهري مش زي بقية الحالات، بتمشي ببروتوكول معين بحيث ان احنا نقدر نحصل على اكبر عدد من البويضات. الاحتياطات اثناء الحقن المجهري نفسه، هل هي بتدور حولها حول فرط التنشيط ولا في حاجة تانية؟ لا، في مشاكل كتير بتحصل طبعا، بس احنا طبعا بنتجنب كل ده. امال هي بتتابع ازاي؟ يعني بتتابع عشان نتجنب المخاطر اللي ممكن تحصل لها. انت خلي بالك، انا بخلي بالي من المبيض، بخلي بالي من هرمونات، بخلي بالي من فرط التنشيط. عندي مشكله حصلت فرط التنشيط، بجمد والشهر اللي بعده بحقن. عندي بويضات قليله، بجمعها في فسكه بروتوكول والشهر اللي بعده اجمع، وهكذا. اشرح لي الحتتين دول بقى. انا عندي حتتين عايز افهمه منك. انا خايف على الست دي من فرط تنشيط، الان شكلها هتدخل فرط تنشيط، ده اول جزء عايز افهمه. حاجه الثانيه حته الباسكت بروتوكول. تمام. الحالات اللي بتخش فرط تنشيط هي حاجه طبعا ملهاش علاقه بالسيده ولا لها علاقه بالعلاجات اللي خدتها، ولكن هي حاله بتحصل وده طبيعي. وطبعا في درجات من فرط التنشيط. حاله حساسيه، حساسية من المبيض، وابتدى يكون بقى أكياس كبيرة جدا تمتص الميات من الجسم وبتعمل بقى مشاكل زي مثلا نهجان، زي مثلا جزء من الميات بيتخزن في الغشاء البروتوني بتاع البطن وممكن يوصل للغشاء الخاص بالرئة. الحالات دي احنا مفيش مشكلة، بتاخد علاج عادي خالص على حسب درجتها. في حالات بتاخد علاج في البيت، في حالات لا محتاجة حجز في المستشفى، في حالات محتاجة حجز في العناية، ودي حالات نادرة جدا يعني. طب احنا الشهر ده ما نعملش بقى خلاص، مش هنعمل بقى زرع للاجنه، هنجمد الاجنه والشهر اللي بعده هنزرعها. ده بالنسبه لفرط التنشيط. تدخل في حاله حمل، هرمون الحمل نفسه هيسوق الحاله، هيخلي الحاله اسوء. احنا طبعا السيده بتتابع معايا عشان تبقى في امان، مش بتتابع معايا عشان انا ارمي لها الجنين واحط لها في الرحم واقول لها خلاص. لا، لازم انا ابقى مهتم بالحاله كامله. ايه معنى باسكت؟ ايه الباسكت؟ في بعض الحالات المخزون بتاعها ضعيف، فاحنا لما بنعمل تنشيط وبنيجي في السحب بنطلع بويضات كويسه، ولكن في الاخر نتيجه الجوده بتاع البويضات بتبقى قليل، العدد قليل. فانا عشان ما اعرضهاش لمخاطره ان هو الاجنه ضعيفه او نزرع جنين واحد، فاحنا بنجمع الشهر ده والشهر اللي بعده بنكمل تجميع، يبقى كاني عملت باسكت، سله بلم فيها بويضات الشهر ده، الشهر اللي بعده بلم فيها، وبلجأ الشهر الثالث ان انا بزرع الاجنه. وده افضل حل للناس اللي عندهم مخزون مبيض ضعيف او الناس اللي عندهم سن كبير. حضرتك عارف ان مخزون المبيض هو ما بيتجددش، واحسن بويضات بتخرج في السن القليل، في العمر العشرينات والثلاثينات. كل ما بنتقدم في العمر كل ما بتخرج البويضات اللي اقل جوده. فانت خلي بالك يعني، لو في فرصه حمل والناس اللي بتاجل الحمل فترات طويله، لا احنا بننصحكم من خلال برنامجك وبنوعيهم ان هو الحمل في العشرينات افضل بكتير جدا، من ناحيه نسب الاجهاض اقل، من ناحيه جوده الاجنه، من ناحيه ان صحه الام كمان تتحمل فتره الحمل وفتره المتابعه والولاده والى اخره. فاحنا على قد ما نقدر فرصتنا كويسه بدري احسن من فرصتنا فيما بعد.
ايه الجمل او النصيحه او التوجيه اللي حضرتك تحب تشرحه تقوله للاسر كمان اللي عندها تخوف تقول لهم بنتكم عندها او المدام اللي لسه مقبله على زواج عندها تكيس مبيض تلاقي فيه هلع حصل في الاسره بتاعه البنت واسره الزوج؟ احنا بنلاقي حالات كتير جدا بنكتشفها بالصدفه بتجيلنا بتقول ان بتجهش الضرب عليها 6 شهور. يعني يعني انتوا طب انتوا ساكتين على ايه؟ يعني انتوا عندك 20 سنه وداخله على جواز وجايه لي قبل الفرح بشهر وتقولي لي بنتي ما جاتلهاش الدرس 6 شهور؟ وبعدين احنا مجتمع محافظ برضه يعني، فالموضوع ده في الارياف وفي البلاد ممكن يعمل لنا مشاكل جامده جدا. تتحرك لما يكون البنت خلاص هتتجوز. اي خلاص بقى في الوقت الضايع، تتحرك في الوقت الضايع. في امهات بقى بتبقى عليهم اللوم، واحنا عايزين ننبههم وعايزين نوجههم يا ست الكل بنتك بلغت، بنتك دورات لازم تجي لها منتظمة وتجي لها شهريا، في اختلاف يومين 3 4 5 فيش مشكلة، لكن ما تبقاش كل 3 شهور، ما تبقاش كل شهر ونص، ما تبقاش كل شهرين. لازم نتحرك على دكتور النساء والتوليد، لازم نروح لدكتور النساء والتوليد شخص لي الحالة، بنتك مشحرة بزيادة، أنا لازم أتحرك على دكتور النساء والتوليد، أنا مش هروح لدجالين. يعني احنا لازم نحارب النقطه دي من خلال برنامجك ونوعي الناس ان هو لازم الدوره تبقى منتظمه، لازم البنت تبقى صحيا كويسه. النقطه دي مهمه جدا جدا جدا. اصل في ناس كتير بتعتقد انها ازاي تروح ببنت لسه ما اتجوزتش عياده نساء وتوليد، يعني دي حاجه في دماغ الناس يعني برضو على فكره صعب تغيير. تعرف كان في مره في فيلم يعني الراجل قال كده لمراته قال له هناخدها لدكتور نساء وتوليد ازاي هي لسه ما اتجوزتش، اتكتبت في الدراما كده. هو دكتور النساء وتوليد بيتعامل مع حالات الاطفال اللي عندهم التهابات. دكتور النساء وتوليد هو الـ الطريق الامن والطريق العلمي الصحيح اللي هنقدر نشخص بيه حالتك. طبعا احنا شخصنا الحاله خلاص احنا عالجنا المشكله، لكن احنا بقى نصبر لا اصلها صغيره، اصل عندها، اصل لسه فرحها ما جاش، اصل مش عارف، الكلام ده كله مش هينفع. ولازم اي ستات او اي بنات احنا بنوعيكم من خلال البرنامج، حصل عندك لخبطه في الهرمونات، حصل عندك تاخر في الدوره، حصل عندك شعر زائد، حصل عندك مشاكل ظاهره، حبوب زياده، صوتك خشن شويه، الحاجات دي كلها ما تستنيش، توجهي لاقرب دكتور نساء، دكتوره نساء، وروحي لها وشوفي معاها المشكله فين بالظبط. احنا ما ينفعش ان احنا نقعد الفتره دي كلها وفي الاخر نكتشف بعد الجواز ان احنا بنجري على المنظار وبنجري على الحقن المجهري، واحنا كان في ايدينا ناخد خطوات سريعه وبدري ومبكره ودي هتساعدنا جدا. انت عارف انا هفاجئك، ده نصيحتي يعني. نصيحه مهمه جدا، انا هفاجئك بحاجه بقى كمان دي يعني ما اعرفش اكيد انت عارفها يعني. تعرف ان بعض المراكز الجيم البنات بتروح هناك تلعب رياضه، فتلاقي حد هناك يقول لها انت عايزه تقوي عضلاتك وتكبر عضلاتك هتيكي مكمل غذائي. مكمل غذائي ده بيبقى فيه هرمونات، هرمون ذكوره. فالحكايه دي انا اكتشفت انها منتشره في مراكز الجيم الموجوده في مصر بشكل مخيف. موجوده، هو هرمون الذكوره بيعمل لي خلل وبيأثر لي على التكيسات. هرمون الذكوره مصدره من الجسم، مصدرين اساسيين الغده الكظريه المبيض والغده الكظريه الفوق قلويه. وممكن ناخده خارجي اللي حضرتك بتقول عليه، ان انا اخد هرمون ذكوره من بره. هما ما بيبقوش عارفين ان في هرمون ذكوره، بياخدوا باودر ومش عارفين. ما احنا بقى عايزين البنات تبقى عارفه والسيدات تبقى عارفه ان هو التوجيه او اي علاج هيتاخد عن طريق الدكتور، علاج في صيدليه موجود له تسجيل وله روجيتا وله مسؤوليه. لكن ناخد علاج كده هما ما بياخدوش علاج. انا خلي بالك يعني عايزين ناكد ما فيش بنت تروح تلعب في جيم وتلاقي الكوتش يقول لها بصي خدي البتاع دوت عشان نزود، ده بجد ده بيحصل، وتسمع كلامه خالص، ده يجرم تماما. ولا شاب طبعا، بس احنا بنتكلم في الناس. انا عارف ان في جيم كتير كأكثر من جيم موجود في مصر للاسف بيبيعوا، بيدوا للبنات وبيدوا للشباب حاجة تحت مسمى المكملات الغذائية، هم نفسهم مش عارفين ان المكملات الغذائية دي فيها هرمونات. المكملات الغذائية دي بتعمل خلل هرموني خطير جدا. وتلاقي البنت خدتهم وبدأ تكوينها العضلي يختلف. ففي منتهى الخطورة. أنت نورتنا وأسعدتنا بهذا الحوار. يا حبيبي دكتور أيمن، وأنا مبسوط جدا بهذا اللقاء وباستضافتي مع حضرتك. أنا هنتظرك بقى في اللقاءات تانية تشرح لنا حاجات جميلة تانية. النهاردة شرحت لنا تكيس المبايض، يا ريت المرة الجاية نكمل في تأخر الإنجاب في حاجات تانية كتيرة جدا. تمام، نورتنا وشرفتنا الضيف العزيز دكتور أحمد إسماعيل، أخصائي
النساء والتوليد وتأخر الإنجاب، صاحب الزمالة البريطانية للنساء والتوليد، الاسم القدير في هذا المجال، نورنا في واحدة من حلقاتنا المثيرة جدا. يبقى تكيس المبايض واحد من النقاط المثيرة لكل أسرة في مصر، لازم تفهمه كويس النهاردة، تفهمه بهدوء شديد، ليس يدعو للقلق على الإطلاق. وزي ما الدكتور أحمد قال، أرجوكم ما تروحوش للدجالين، مفيش حاجة اسمها في 2024 ناخد البت ونروح عشان معمول لها عمل بتكيس المبايض، دي حاجة كوميدية جدا. خليكم مع الناس الحلوة. الدكتور طارق أمين، استشاري طب وجراحة أمراض الذكورة والعقم والصحة الجنسية، حاصل على دبلومة الجراحة الميكروسكوبية، عضو الجمعية المصرية لأمراض الذكورة والعقم. اهلا بكم. من اصعب الحاجات في الدنيا انك تبقى واقف في دايره مرضيه. يعني ايه واقف في دايره مرضيه؟ الدايره المرضيه هو انك انت ما تعرفش مين السبب ومين المسبب، ضعف الجنسي، توتر العصبي، والحاله النفسيه، الاكتئاب والاحباط النفسي. زي نوقف الدوامه. الدوامه زمان كان في مسلسل اسمه الدوامه، كان في فكره زي كده، ضغط نفسي رهيب على البطل، كان بتاع الله يرحمه الاستاذ محمود ياسين. خلينا بس نشوف الدوامة، عنواننا النهاردة كيف نقف أمام الدوامة وفين هنبدأ في التشخيص، فين هنبدأ في العلاج. النهاردة حوار مثير للغاية وممتد لأكثر من يعني حلقة مع ضيفي العزيز، القمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير في عالم الذكورة، اللي بيسعدنا دايما بأسلوبه الراقي والشرح التفصيلي، وبستمتع جدا وبستفيد من وجوده معنا، الأستاذ الدكتور طارق أمين، استشاري طب وجراحات أمراض الذكورة وتأخر الإنجاب والصحة الجنسية بمراكز دار الطب العريقة، وصاحب دبلومة الجراحة الميكروسكوبية، عضو الجمعية المصرية لأمراض الذكورة وتأخر الإنجاب. أهلا بك دكتور طارق. أهلا بحضرتك. دلوقتي أنت جايلك الزوجين بيشتكوا مش من ضعف جنسي بقى بس، لا، تاخر انجاب، وتاخر انجاب هو المشكله الاساسيه. ازاي نحضر، ازاي نتعامل مع الحاله؟ تمام. احنا طبعا بالنسبه لي حالات المشاكل بتاعه تاخر الانجاب، جزء طبعا زي ما اتفقنا بنربطه بالتغذيه، وفي جزء بقى بالعام بالمشاكل بتاعتها. المشاكل تاخر الانجاب طبعا احنا بنحب نقسمها الى نوعين بالنسبه طبعا بنتكلم الموضوع من ناحيه وجهه نظر الذكور. احنا عندنا الانعدام في الحيوانات المنوية في السائل، وعندنا مشاكل المرتبطة بالعدد والحركة والشكل. ديت المشكلتين بنتعامل معهم. مشكلة الانعدام دي المشكلة الاكثر عمقا، بتحتاج مننا ان احنا نبقى متريسين جدا في اتخاذ القرار. واي حد بيسمعنا، مش معنى ان انا عملت اول تحليل في حياتي طلع ما فيهوش حيوانات منويه ان انا بعتمد على هذا التحليل اطلاقا. هو تحليل واحد لكن الخصيه لا تعمل بشكل متجانس. ربنا حاطط لها نظام متجانس، يعني ما تعملش كلها زي بعضها، مش واحده واحده، مش واحده واحده، ممكن تلاقي اجزاء مش شغاله واجزاء شغاله بالظبط. وهو كل 3 شهور، احنا طبعا بنقول ربع الخصيه لكن احنا ده مجازا، لكن هو كل 3 شهور في خليه بتعمل غير الخليه اللي جنبها. مفيش حاجه اسمها ان جاء اسلم عليه من اول زياره يلا بينا نعمل عمليه اطلاق، لازم اشوف المره تانية. لو استمر التحليل صفر بجهز المريض بتاعي لاجراء الجراحه. ده بالنسبه لي حالات الانعدام. الحالات الثانيه اللي هي حالات العدد والحركه والشكل، بنشوف في مشكله مساعده ولا لا، في اضطراب في الهرمون، التهابات في الخصيه،
او دوالي، ومش اي دوالي طبعا، لازم ناكد انها دوالي متقدم. ده بالنسبه لي الحالات بتاعه الناس اللي بتشتكي، الزوجين جايين يشتكوا من تاخر انجاب. في تعبير في الذكوره عندكم اللي هو بروتوكول العلاج الخاص قبل الزوج، قبل الحقن المجاري، ايه هو البروتوكول ده؟ سؤال مهم جدا، وده دايما بقى يعني فكره احنا لماذا نتوجه الى مركز مختص. الطب كله دلوقتي بقى تيم وورك، مفيش حاجه اسمها وان مان شو، ان الدكتور ده هيعمل حاجه لوحده، ده اطلاقا في كل التخصصات. اذا يعني في البروتوكول ده بيكون قرار مهم للدكتور بالظبط، لفريق العمل، ما عادش فيه فريق، ما عادش فيه جزء منعزل، الدكتور قاعد ذكوره وبعيد عن الدكتور النساء، لا كله لازم مع بعض. عشان كده دلوقتي الانجاب لازم نروح مركز مختص. يعني حتى احنا يمكن في دار الطب دايما بنبقى عاملين قنوات على طول، مش معنى الحاله دخل الدكتور النساء قبل ما بتنزل لي بنبقى عارفين احنا هو شاف ايه وملاحظاته ايه. انا كطبيب ذكوره بشوف ايه وملاحظات ايه، لان احنا لو كل واحد يشتغل لوحده ممكن يخلي الزوجين دولت يفقدوا فرصه، بمعنى ممكن الزوجه تبقى سنها صغير، طب وايه ده في مشكله؟ دكتور الذكوره شايف ان الموضوع يعني، طب ما انا ممكن اديها فرصه في الطبيعي واقعد ادي وادي علاج وانا عمال اضيع فرصه للزوجه. فطبيب النساء بيقول لي لا خد بالك انا عندي مشكله، ان الزوجه دي عندها مشكله في تبويضها، مخزون التبويض فيه مشكله. ممكن ابقى انا شايف والله لا ده تحليل الزوج كويس ولازم نجرب في الطبيعي وعدد مرات جماع، وطبيب النساء بعد ما يجري فحوصاته اكتشف ان الانابيب مسدوده. فلو ما فيش عمل مشترك ان بنضيع فرص، وفي حالات كتير بتسقط. عشان كده وضع البروتوكول ما بين الزوج بين طبيب الذكوره وطبيب النساء في امر في غايه الاهميه. فكره ان انا بوفر الكلام ده في مكان واحد بيخلي الاتصال سهل جدا، بيطلع نتائج افضل. عشان كده وضع البروتوكول بعد ما بنستشير بعض ده بيخلي بعد كده بيزود الفرص حتى لو من اول مره. ايه مشاكل الخصيه الشهيره؟ طب في مشاكل كتيره جدا، اهمها صغر حجم الخصيه، وده بيبقى ليه سببين. عشان كده دايما في نقطه مهمه بنحب نقولها للاب، خصوصا الاب والام، ان احنا لو انا شايف ابني ما بيتطورش في البلوغ لابد من الذهاب الى الطبيب، لان احنا عندنا حاجتين، يا اما الخصيه فيها مشكله في مستقبلات الهرمون، يا اما انا عندي متلازمه كلاينفلتر. متلازمه كلاينفلتر عشان الناس تبقى عارفاها، ان انا في احنا عندنا الكروموزومات اللي هي الاجسام الصبغيه، ده عباره عن الدي ان اي بتاعنا في وقت انقسام الخليه، بيدي حرف الاكس بالانجليزي لزوج عباره عن بيجي من الاب والام لغايه الكروموزومات محدده الجنس، اكس بيجي من الام وواي من الاب. هو طبعا الواي ده هو اكس برضه بس صغير شورت يعني. اللي بيحصل ان هناك نسخه بتزيد، فبقى عندي ثلاث نسخ. اللي بيحصل طبعا هي ليها تفسيرات ومفيش حاجه قاطعه، بس الفكره ان الواي كروموزوم هو اللي بيكون الجهاز التناسلي بالخلايا اللي هتعمل الخلايا المنويه. لو انا بيجي التكوين الواي كروموزوم بيشتغل اكس كروموزوم بيلف حوالين نفسه، لما بيزيد نسخه بيعطل عمل الواي كروموزوم. طب انا النهارده ابني متاخر في البلوغ، احنا لازم ازور الطبيب خصوصا لو انا ابني عدى ال 14 سنه ولابد من عمل فحص الكروموزومات. لان انا اكتشفت موضوع كلاينفلتر ده ببقى عارف ان انا لازم ابدا ادي جزء من العلاج البديل عشان يدخل في بلوغ ويحصل تغير وساعد هذا الرجل في المستقبل انه ينجب. في مشاكل تانية في الخصيه زي الناس اللي بيجي لها بقى التهابات متكرره، ممكن تحول على فكره الالتهابات دي من راجل بينجب طبيعي الى انسداد ويحتاج الى انه ياخد عينه. الاورام من الحاجات برضو صحيح طبعا، يعني عشان الناس ما تتخضش نسبتها مش كبيره، واورام الخصيه من الحاجات اللي في الطب كيورابل مش تريتابل. ده في لعيبه اصيبوا باورام خصيه ورجعوا يلعبوا تاني، كان منهم لعيب في ساحل العاج جاله سرطان خصيه وهو اللي كسب ساحل العاج كاس العالم بالزبط. كاس الامم، فهم هم يعني كوت ديفوار يعني، عشان بس بيزعلوا من كلمه ساحل العاج هو كوت ديفوار. الناس فعلا يعني ما تقلقش، وجوده ده في بدايه الامر الانسان بيعيش طبيعي عادي خالص، كانه كان جاله دور برد. التواء الخصيه زي ما قلنا، التهابات الخصيه المعلقه، ودي طبعا انا دايما باشيد بالزملاء في طب الاطفال ان هم بيكتشفوا الموضوع ده بدري وبيوجهه الاب والام، فاحنا دلوقتي بقى عندنا بصراحه طفره في الموضوع ده، في وعي كمان جدا، سواء من الاب والام لما بيعرفوا الموضوع ده بيجروا بعد كده على جراحه الاطفال. فدي مشاكل عامه للخصيه اللي بتاخر الانجاب.
ضيفي العزيز القيمه العلميه الكبيره الاستاذ دكتور طارق امين، استشاري طب وجراحات امراض الذكوره وتاخر الانجاب والصحه الجنسيه بمراكز الطب، صاحب دبلومه الجراحه الميكروسكوبيه، عضو الجمعيه المصريه لامراض الذكوره والعقم. نورت وابدعت في النصح. الله يخلي حضرتك، تسلم. خليكم دايما على صحه. قاعده تاخر انجاب 10 سنين والحمد لله دكتور احمد عوض الله هو اللي يعني طلع ايه السبب. من اول تجربه ربنا كرمني، وبعد 7 سنين عملت محاوله تانية وربنا كرمني مع عبد الرحمن، والحمد لله بشكرهم جدا، رجعوا الامل فينا وابتسامتنا في الحياه الحمد لله، يعني ربنا كريم الحمد لله.